هلو جايز، هلو. في قصة جديدة، رحلة جديدة غادي نسافروا فيها جميع. نتمنى تكونوا في صحة جيدة وانتم كتسمعوا لهذا الفيديو. علي بوغوص بوغوصة، خلي لايك لهذا الفيديو، كومنتير، بارطاجي القناة ولا الفيديو مع صحابك باش العائلة ديالنا تكبر وباش انا نكون فرحان. نبداو الحكاية ديالنا. الناس صحاب نجمة السابع دارا كاين في الديسكريبشن ولا صندوق الوصف ديال هذا الفيديو ليان ديال الصفحة اللي درنا في فيسبوك، كنلوحو فيها القصص. اللي بغا يتصنت تما صحاب نجمة السا، يلا دير كيت، سير شي بلاصة مزيانة، تكالما مع روحك ترانكيلو، ويلا بينا. السمية ديالي يوسف، في عمري 20 سنة، كنسكن في الجديدة. حياتي ماشي بحال حياة أي شاب قدي في العمر، ممكن نقول مهلين في دارهم ما خاصو حتى شي خير. دارهم كيعطيو فلوس باش يخرج باش يدخل لاصال، وفي الاخر ديال الشهر كيعطيو باش يشري شي حطة نقية. أنا من نهار تزاديت والصداع ديما كاين في الدار، ما مروداش شي نهار زوين وما سمعوناش الناس ديال الدرب كانت غاوتو، والسبب كان هو والديا. على ابسط حاجه كيتخاصمو، كيقربلو الدار كامله. انا كنطلع لبيتي في ديك الوقيته وكنطلق المزيكا بالجهد وما كنتسوقش ليهم. المهم بقينا على هاد الحال حتى لواحد النهار كنفيق كيف عادتي، غسلت وجهي، هبطت باش نفطر، لقيت الوالده جالسه وعينيها زارقين بجوجهم وكتفكر طيح على الضيم. سولتها قلت لها مالك، شافت فيا وضحكت واحد الضحكه صفراء وقالت لي والو وليدي والو، افطر افطر من الصباح وانا كنتسنى فيك تنوض باش تفطر معايا. قلت لها فين هو الواليد؟ قالت لي راه خرج الصباح، ما عرفتو فين مشى. فطرت معاها فعلا وبديت باغي نبدل عليها الجو، وبديت كنضحك فيها شويه بشويه. طلقت المزيكا ونوضت تنشطح انا وياها. يلا بدينا وانا نسمع الباب تحل، سكت المزيكا وبان لي الواليد. مشيت باغي نسلم عليه كيف عادتي، فاش قربت لي دفعني وبدا كيغوت. من بعد اللي بانت لي بدا كيشير بها على الوالده، قرعه فاز طفايه واحد لقطه، هز كاع واحد الحديده كانت محطوطه في جنب التلفازه وبغى يمشي يضربها بها. انا ما صبرتش وانا ندفعو، فاش دفعتو طاح على القنت ديال السداري ديال العود وبان لي توعات. ناض كيغوت وكان الدم كيهبط ليه من يدو. فاش طاح بيكاليب يدو جابها فوق واحد المسمار في داك السداري، تخليه في يدو، تعصب ديال بصح. شفتو انا في ديك الحاله حليت الباب وعطيتها للجرة، بعدت واحد شويه وبقيت غادي في الطريق، ما عارفش انا بلاصه نمشي لها. دابا صافي هادي هي الاخره ليا، ما عمرني غادي نرجع للدار. انا اصلا كنت عايش في الدار على قبل الوالده، هي اللي ضحات على قبلي في كل شيء، اما الوالده ضيعها في شبابها، سد عليها والغوات والعصا، حتى هي ما كرهاتش يخرجها بحال العيالات. مشيو القهيوة ولا يتمشاو جنب البحر يتعشاو، يقول لها غير كلمة زوينة مرة مرة، ولكن هادشي ما عمرو كان. عرفت بلي هاد الخرجة هادي اللي خرجت نقدر نرجع منها في حالة وحدة. الحالة هي اني ندير علاش نرجع ونعوض الوالدة على كاع هادشي اللي ضحات بيه على ودي. قصدت واحد صاحبي باش نطلبو يعاملني في شي حاجة ديال الفلوس، سميتو حمزة. مشيت لدارهم ديريكت دقيت، هبط عندي هو نيت، سالمت انا وياه وعاودت لي البلان كامل. بقى كيشوف فيا، قال لي 200 درهم اللي في جيبي خلاها لي غير الوالد نصرف بها هاد النهار هذا، هاك خودها. قلت ليه شكرا بزاف، شديتها من عنده وقلت ليه بلي ما غنساش الخير ديالو. عنقني وقال لي راك بحال خويا. توادعت معاه وتحركت، مشيت لواحد الجريده ريحت فيها وكنفكر، غير كنفكر. جالس حتى حسيت بشي حاجه طاحت ليا على كتفي، تلفت عرفت بلي شي حمامه بزقات عليا. الضحك عليا الله يعطيه البزق ويكون ديال داك الحمام اللي فوق المحكمه. جبدت كلينيكس ومسحت داك الشي ونط كنتمشى في الجرده، دخلت معاه لداخل. الجرده كانت كبيره، وصلت لواحد القنيه بانوا ليا واحد جوج واقفين على واحد ختنا، كانت هزه في يديها بيسي بورطابل
وبغاو يحيدوه لها. بانت ليا معكسه معاهم وبداو كيضربوا فيها وكتغوت. قصدتهم ديريكت ما صبرتش، والله ما صبرت. كانت واحد العود ديال الشجره طايح حداها، هزيتو تميت غادي ليهم. ما حسوا بيا حتى قربت ليهم. ما تلفت واحد وانا نضربو بداك العود لجهه راسو، طاح في الارض شاد في راسو. الاخر شاف القضيه كيفاش دايره ويهرب. ناط تاني اللي ضربته وانا نشنق عليه، بدا كيطلب فيا، قال لي اخوك ما عندوش وهاد البلاد ما بغاتش تخدمنا. بقيت كنشوف فيه. قلت لي سيري في حالاتك، ما تبقاوش تحقروا على بنات عباد الله. كي طلقته مشى في حالته فعلا. وقفت الدغيه اللي دفعوها وطاحت في الارض. ما وقفت هو وقف قدامي واحد خونا كان طول مني وصحيح، لابس واحد الكوستيم وشاف فيا مزيان. بقيت كنشوف فيا ما عرفتش شنو بغى. باقي كنشوف حتى دخل فيا بدماغ، زعزع ليا الميموار ديال دماغي، طيحني للارض وبديت كنفقد الوعي. داك الدماغ راه عفني هادشي اللي عقلت، ولكن فقدت الوعي. فاش حليت عيني لقيت راسي في واحد البيت كبير مقاد ومستيكي، حدايا واحد ختنا. ما شافتني فقت، نط كتجري ما عرفتاش فين مشات، وانا براسي راه ما عارفش فين كاين اصلا. بقيت في بلاصتي حتى لواحد شويه بانت ليا ديك البنت نيت اللي كانت جالسه حدايا، جايه وجايبه معاها واحد السيد كبير في العمر وحدا واحد البنت. ملي شفت انا ديك البنت اللي مع داك السيد عاد رجعت ليا الميموار ديالي، هي اللي كنت باغي نعتقها من دوك خوتنا اللي بغاو يكريسيوها. جاو جلسوا حدايا وانا غير كنشوفو ساكت. دوا داك السيد وقال ليا اسمح لينا وليدي، حساب لينا انت اللي باغي تكريسي لينا بنتنا ويضربك الكارد كور ديالي. قلت لي بنتك غير بغيت نساعدها، علاش زرب عليا بلا ما يسولني؟ قال لي راه عاودت ليا كلشي يا وليدي، وتاكدت باللي ماشي انت اللي بغيت تكريسيها. انا كنعاود نطلب منك السماحه، وكون ما كنتيش انت كنت داولها البيسي بورطابل ديالها، وكاينه في كاع الخدمه ديالها اللي كتصار عليها الليالي. قلت ليه هذا واجب. قال لي الحمد لله منين فقتي بخير، نخليوك دابا ترتاح، الا بغيتي شي حاجه عيط على الخدامه باش تجيبها لك. ناضوا بجوجهم فعلا خرجوا وخلوني بوحدي. تكيت في بلاصتي وكنقول مع راسي. خرجت من الدار كنقلب في النبات اليوم، صح الله سهل عليا، جاب لي عائله غنتقولب عليهم بلي انا مريض ونبقى مريح. بقيت جالس وجاني الجوع، بان لي واحد البلاطو محطوط في الجنب ديالي، تماطيت ليه وهزيت منه واحد التفاحه، بديت كناكل فيها وانا نتفكر. واحد النهار الوالده كانت كتوكلني التفاح، حسيت بلي توحشتها. وخا يلاه خرجت من الدار، ولكن ما تنساوش غادي نرجع، غادي نرجع وغنعيش انا وياها في دار بوحدنا، نبعد على داك المسخوط ديال الواليد. كليت وتكيت في بلاصتي، بقيت كنفكر في هادشي كامل حتى داني الناس، ناس حتى كتفيقني. ديك البنت اللي اعتقتها من خوتنا اللي كانوا باغيين يكريسيوها، قالت لي نوض اخويا راه المغرب هذا. باش في الليل دقت الناس، فقت وشفت فيها وقلت في دماغي وزعامه هادي. هي قالت لي شنو سميتك بعدا؟ قلت لها سميتي يوسف. وانتي؟ قالت لي سميتي فدوى. قلت لها متشرفين. بدات فدوى كدوي معايا وسولتني على راسي، عاودت لها ليستوار ديالي كامله. بقيت فيها واحد الشويه، قالت لي الا بغيتي تخرج نخرجك معايا، نجيب بك شي دويره بالطوموبيله تبدل الجو. قلت لها واش باك ما يقول والو؟ قالت لي عادي عنده. قلت لها واخا. نضت ومشيت للدوش نغسل وجهي، هي مشات باش تلبس حوايجها، قديت حالتي شويه وخرجت لعندها. بقيت واقف جنب الدروج حتى بانت لي هابطه. كانت بنت لي زوينه بزاف، وصلت لعندي وقالت لي مشينا. بقيت كنشوف فيها وهي تقول لي ايه يلا. تحركت معاها ومشينا، خرجنا من الدار. جات للكراج خرجت واحد الطوموبيله وركبنا فيها وتحركات. تلقات واحد المزيكا ديال البنج جالاكسي غاديه ومزهياها، ختنا عالم نقدر نقول عليها فضاء، ما كتحشمش كاع. وصلتني لجهه البحر وقالت لي نزلوا نجلسوا حدا البحر. قلت لها واخا. نزلنا وبدينا كنتمشاو حدا البحر وكنهضروا. كنتمشاو ورديت البال واحد جوج لابسين كوستيم كحال وكانوا صحاح من قبيله هما تابعيننا. في الاول شكيت انه الحاج بات البنت كيصيفط هادو باش يحضيوها من بعيد ولا شي حاجه، ولكن ملي قلت ليها واحد جوج تابعيننا تلفتات وتبدل اللون ديال وجهها. باقي ما فهمت والو، دوك جوج عرفونا شفناهم يجيو كيجريو لجهتنا. قال ليها واحد فيهم غتمشي معانا بلا صداع بلا والو.
قلت انا في دماغي واش هادو ما شافونيش زعما ولا حقروني. هي قالت ليهم بعدوا مني ولا غنقولها لبابا، نتوما مشاكلكم معاه ماشي معايا. هذاك خونا جرها مشعره، ما حسيت براسي حتى ضربته للمنطقه الحساسه، حرمت مو من كلمه بابا. ما ضربته صاحبو جبد عليا فردي حطوا لي على راسي، بديت كنترعد في بلاصي. ماما شي قرض هز عليا فردي، هز عليا فردي ولكن ديال عاشورة، هذا ديال بصح. ما عندي ما ندير، الحركه تبلوكات فيا، حسيت بلي الموت دخلت معايا وخا باقي موقع والو. ويقول لي هذاك غنقتل امك الا درتي شي حركه. يد دفعني ديك فدوه وجات قدامي قالت لي قتلني انا في بلاصو. دفعها عاوتاني وعاود هز عليا الفردي. غمضت عيني انا حسيت صافي بلي هذه النهايه. واحد شويه سمعت الصوت ديال القرطاس ولكن ما حسيت بوالو. حليت عيني بلي اخونا منشور في الارض وعامر بالدمايات، ويبانوا لي شي ثلاثه لابسين الكوستيم ضربوا هادوك بجوجهم. عرفت بلي هاد الثلاثه مصيفطهم بات فدوى ولا شي حاجه، طيحوا هادوك بجوج دغيا. وصلوا حدانا وقالوا لينا الباترون باغيكم دابا سيروا للدار. بقاو حاضرين بعينهم حتى ركبنا في الطوموبيل ديال فدوى. تحركنا للدار، دخلنا لقينا با واقف كيتسنانا، ما شافنا ويبدا كيغوت. هي قالت ليه بابا تبعني للبيت وغادي نفهمك. فعلا مشى معاها. انا بقيت واقف وتحركت لجيت البيت اللي كانوا عاطيني، جلست فيه ما فهمش شنو واقع. هزيت عيني في البلاكار اللي حدا الناموسيه يتبان ليا محطوطه واحد المجله، هزيتها وبديت كنقرا فيها حتى دخل عندي بات فدوى. جاري حدايا وقال لي قالت لي فدوى بلي راك خرجتي من داركم، الا بغيتي يا ولدي تبقى هنا حتى تلقى فين تسكن ما عندناش مشكل. قلت لي لا غنتقل عليكم وما خدامش. قال لي لا بالعكس، جلس مرحبا بك، الخدمه اللي خاصك هي اللي جاي دابا باش ندوي لك عليها. واش تقبل تخدم عندي ولا لا؟ قلت لي لا راس والعين، فاش بغيتيني نخدم معاك؟ قال لي الخدمه معايا سهله بزاف، نوض ولدي تبعني وغادي تعرف. تبعتو فعلا وهبط لاكاب ديال الفيلا. كان داك لاكاب فيه واحد الباب ديال الحديد خصو يدخل ليه شي كود. فعلا دخل الكود ويتحل داك الباب. دخلو تبعتو انا من اللور، كان القنت عامر بالسلاحات انواع واشكال. بقيت حال فمي ويقول يا راك باقي ما شفتي والو، تبعني. حل واحد الباب وسط من داك البيت ودخل ليه. كان عامر بدوك القنابل الصغار دوك لي غرونات، عرفت بلي هاد خوتنا خطيرين. من بعد قال لي زيد اولدي، بقيت غادي من موراه ساكت كيليتيم ما عارف ما نقول. داني لواحد البيرو جلس فيه وقال لي تفضل. جلس ويقول لي انا غنشرح لك خدمتنا. قلت لي انا كنسمعك. قال لي هاد السلاحات اللي شفتي كنبيعوهم للعصابات، وبعض المرات حتى البوليس كيشريو من عندنا، وفي بعض الحالات كنصيفطوهم حتى للخارج لشي دول كيحتاجوهم. الخدمه ديالك انه كل واحد الا بغى يشري من عندنا السلاح انت اللي تتكلف باش توصل لي السلاح، ولكن ما غتمشيش بوحدك، غنصيفط معاك رجال ديالي، غنخلصك مزيان وغنتهلا فيك وغنحميك. اش قلتي موافق تبدا معايا الخدمه ولا لا؟ بقيت كنفكر غير بوحدي، انا محتاج للفلوس فعلا، ولكن هاد الخدمه هادي راه ما بلانش. يلا بغيت نقول ليه لا وانا نتفكر الوالده، المشاكل اللي طارين، النبات اللي ما عنديش فين نبات، شلا حوايج. وانا نقول ليه موافق ولكن بشرط. قال لي شنو هو؟ قلت لي النهار اللي نجمع شي رزيق مزيان ونقرر ما نبقاش خدام معاك، حيت خصني نرجع عند الوالده ديالي وندير شي محل ديالي تخليني نمشي بلا حتى شي مشكل. قال لي شوف باش انا وياك ندققوا الخدمه ديالنا، غادي تخدم معايا 3 سنين، من مور 3 سنين انت حر تمشي ولا تبقى، اش بان ليك؟ جاتني 3 سنين مده لي مزيانه، وافقت. قلت لي عطاني شي وراق نسني عليهم، ما عرفتش دوك الوراق ديالاش، ولكن قريت في وحده باللي بحال قلتو الا مت ولا الا وقعت لي شي حاجه انا مسؤول على راسي، حتى شي واحد ما مسؤول عليا. منين سنيت وساليت قال لي غدا غادي نعطيك شي سلعه تصيفطها لشي ناس في كازا، غنبدا معاك بداك الشيء الساهل. قلت لي واخا ان شاء الله. يلا غينوض وانا نقول ليه واخا نسولك وما تقلقش مني. قال لي تفضل سول. قلت لي شكون دوك
اللي وقفوا عليا انا وبنتك في البحر، بقى كيشوف فيا وينطق وقال لي هاد الهضره اللي غادي نقول لك دابا ما بغيت حتى شي واحد يعرفها. قلت لي غير قول ليها. قال لي عندي النص ديال واحد الخريطه ديال واحد الكنز، خليها ليا جدي قبل ما يموت. اما النص الاخر ديال الخريطه كاين عند واحد المافيوزي، هو اللي صيفط لكم قبيله رجال ديالو باش يخطفوا بنتي، وديك الساعه غادي يهددوني بها باش نعطيه النص اللي خاصه. قلت لي هادشي عندك خطير العميم، مالكم ما ديروش شي حل وتفاهموا مع بعضياتكم، سيروا بجوج جيبوا الكنز قسموه بيناتكم كل واحد ياخذ حقه، علاش مصعبينها؟ قال لي في نظرك وليدي هادشي ما جاناش في بالنا، هذاك المافيوزي اللي باغي كل شيء، الكنز فيه مجوهرات اللي غاليه، هو بغى كاع الفلوس. في الاول ما كانش عارف بلي عندي النص ديال الخريطه، ولكن واحد ولد عمي كان خدام معايا نيت ولا خدام مع داك المافيوزي، على باله انه جدي خلى ليا ديك الخريطه وعلم داك المافيوزي. قلت ليه دابا شنو غادي دير باش تقدر توصل لهذا الكنز؟ قال لي غادي نزيد رجال ديالي بزاف وان شاء الله انت غتخدم معايا، حتى انا دابا راني عييت ما بقى فيا ما نجري، من بعد ما نشوفك مستعد بزاف غنصيفطك عند واحد السيد كنعرفو، كان بطل العالم في الفنون القتاليه، يعلمك ويعلمك حتى السلاح الا قبلتي طبعا باش تولي الجندي اللي نقدر نخليه يتكلف من مورايا، حيت منين غنحس بك مستعد مزيان انت اللي غنصيفطك لهاد المهمه ديال الخريطه، ومنين لقاو الكنز غنقسم معاك النص بالنص. انا سمعت النص بالنص من الكنز عجبني الحال، ولكن مع ذلك راه واخد الحيطه ديالي ما نقدرش نثيق في واحد بحال هذا واخا عامني الله يعمر دار. قلت المهم انا غادي نترجل غنخدم مع هذا غنتغيني فعلا، ما تعرف تصدق القضيه وندبر علاش نرجع. وانا نقول ليها ما تخافش العميم انا معاك. قال لي برافو، واش نصيفطك من دابا تولي تغيني ولا باقي الحال؟ قلت ليه انا موجود غير صيفطني. وين وضو تبعتو؟ دخلنا للدار لقينا فدوه كتفرج في التلفازه. قال لي هو انا غنمشي لبيتي الناس. قلت لي تصبح على خير، بغيت نمشي انا وهي تعيط لي فدوه. قلت لي اجي تفرج بادي واحد الفيلم زوين. مشيت ريحت داها كنتفرجو، كانت كتاكل في شيبس وكتفرج. واحد اللقطه ديال الرعب حيت الفيلم كان ديال الرعب، قفزات من بلاصتها وحطت عليا يديها على كتفي بحال بغات تعنقني. انا جمدت في بلاصتي حشمت كاع، هي عاد حست بالبلان وهي تحيد يديها بالزربه. تانا ناقصني الحنان، ما كرهت تخليهم محطوطين. من بعد تقول لي اسمح لي انا كنخاف ما عزازينش عليها الافلام ديال الخليع، كان يحسب لي هذا زوين. قلت في دماغي حتى جيت انا عاد ولا كيخلع هذا الفيلم. وقالت لي عاود لي على راسك نتعرف عليك كثر. انا راه ما عندي صحاب حتى الصحابات لا، من غير صاحبه وحده كتسكن في باريس كتجي من الصيف للصيف. قلت في دماغي كنت نعاود لها على راسي، راسها غيضرها. بقيت طالقة عليها وكنعاود لها. البنت زوينة عقلها خفيف وأهم حاجة كتصنت لك ملي كتكون كدوي وما كتقاطعكش. حاجة اللي كانت خايبة فيها هي أنها باينة خفيفة كطير من المقلة، خفيفة بزاف ومطلوقة. بقينا كنتفرجو حتى شافت الساعة بانت لها جوج ونص. قالت لي غدا راني خدامة مع التمنية خصني نمشي الناس. قلت ليها أنا غدا مسافر لكازا، مصيفطني باباك باش ندي شي سلعة حيت خدمت معاه. قالت لي مبروك عليك. قلت لها شكرا بزاف. مشات طلعت لبيتها، طلعت انا لبيتي. كانت في واحد التلفازه شعلتها، بقيت كنقلب في الاذاعات حتى لقيت واحد الاذاعه ديال القران طلقته، خليته مطلوق وبقيت كنسمع حتى داني الناس. فقت على الدقان ديال الباب، نط حليت، بانت لي الخدامه وقالت لي هبطت فطار مع سيدي راه كيتسناك. قلت لها واخا انا جاي. جمعت بلاصتي بالزربه باش نبان لهم منظم، دخلت للدوش غسلت سناني قديت الحالة، هبطوا بان لي داك العميمة وفدوا جالسين كيفطروا. مشيت قلت لهم صباح الخير وريحت كنفطر معاهم. قال لي العميمة كي صبحتي؟ قلت لي الحمد لله. الطابلة كانت عامرة بالمسمن، البطبوط، القهوة، كرواصة، كاع داكشي اللي يطيح لك في بالك ديال الفطور. بديت كناكل مرة كنضرب طليلة على فدوة حتى هي كطلع عليا ولكن حشمانين. هنا صونا التليفون ديال العميمة ناض من بلاصتو، بقيت انا جالس كنشوف فيها.
سالت الماكلة وقالت لي انا غنمشي للخدمة. قلت لها واخا طريق السلامة. مشات هي وجا العميم عاوتاني جلس وقال لي فين هي فدوى؟ قلت لي مشات للخدمة واقيلا. قال لي مزيان اليوم كتسناك الخدمة اللي عطيتك ديرها وش واجد؟ قلت لي واجد العميم نسالي الفطور وانا معاك. قال لي خذ راحتك خذ راحتك اولدي. بقينا كنفطروا سالينا وجات الخدامة جمعت الطابلة. نضت انا وياها خرجنا من الدار وبانوا لي كارد كور ديال العميم كيعمرو في واحد الهوندا من اللور بشي خناشي. كنت متاكد انه دوك الخناشي فيهم السلاح. شاف فيا العميم وقال لي واش عندك مع السلاح تقدر تيري به؟ قلت ليه واحد عمي كان كيعلمني كيفاش نصيد في الغابه من يمتى هادشي ولكن ما عرفتش واش نعرف نتيري مزيان. تبسم لي وجبد واحد الفردي قال لي كل حاجه عندها بدايه خلي عندك احتياط وصافي. هانت هاد البلاصه هادي ديال الامان ما تحلها الا الا كنتي متاكد انك باغي تيري. لا ما كنتيش باغي تيري ولا باغي تهدد بلا ما تحلها. يلا طريق السلامه. سلمت انا وياه وانا نمشي نركب في الهوندا. ركب معايا الشيفور وجوج ديال الرجال حاضرين السلاح اللور. شدينا الطريق وغادي وكنفكر. بديت كنقول يا ربي يكون هادشي اللي كندير فيه ما يسببش ليا شي مشكل نصدق ميت والله يخرج هاد العاقبه بخير. خرجنا من جديد شادين لوطوروت لكازا. الشيفور خدم المزيكا ديال الشعبي وزاد في الصوت ويقول ليها انشط لك اخويا انشط ما تبقاش مقلق. ضحكت واحد الضحيكه وقلت ليه اسمك الله اخويا. قال لي سميتي البشير وانت؟ قلت لي البشير انا سميتي يوسف. بقينا غاديين وكنهضروا كيعاود لي على الخدمه مع العميم وكيشكر العميم بزاف. قال لي بلي دار فيه خير ما اللي فيه هو وعائلته. المهم خديت صوره للعميم انه شخص مزيان. وصلنا لازمور واحد الرويضه كانت ثقيله في الهوندا. شاف فيا الشيفور قال لي راه رويضه تفشات واقيله. وقف الهوندا وهبطت انا وياه. طلينا في داك اللور ديال الهوندا لقينا دوك الجوج اللي كانوا تما بجوجهم ميتين عامرين بالدم. واحد مخشيه ليه جنويه جيت عنقو والاخر مضروب في كرشو وكانوا ميتين. البشير تفاجئ ما فهمش البلان. هادو اللي قتلوا هادو اللي معانا؟ تسناو الهوندا حتى وقفت في شي ستوب وتلاحوا على الاخرين قتلوهم وحنا كنتصنطوا للشعبي بالجد ما سمعنا حتى شي حاجه. باقين في الصدمه ديالنا بلاصه الطوموبيله كحله قريبه لينا. هبطوا منها خمسه ديال الرجال كانوا لابسين نفس اللبسه جاكيطه ديال الكوير كحلين طوال بحال المونطو وتريكوات كحلين ديال الخيط وكلهم الشكل ديالهم كيخلع. هازين سيوفه سيوفه ماشي دوك الماس ولا الجنويات سيوفه بحال ديال الساموراي وتمو قاصديننا. اول حاجه جات في بالي من بعد الخوف اللي حسيت به هو اننا غادي نتقطعوا طرف طرف. قربوا لينا وحنا واقفين انا والشيفور ما درنا حتى شي حركه. واحد فيهم حط لي السيف على كتفي قريب لعنقي مت بالخلعه. واحد فيهم حكم الشيفور وطيحوا الارض بحال بغاو يعيدوا به. داك اللي حط لي السيف على كتفي دوا قال دوك اللي معاه جبدوا هاد الخناشي شوفوا شنو فيهم. مشاو فعلا جبدوهم حلوا الخناشي بان لهم السلاح ويقول لي هذاك دابا خاصنا نقتلوكم عاد نتهنى ونديو هاد السلاحات. منين سمعتو عرفت واقيلا بلي هادي النهايه. وجا في بالي السلاح اللي خبيت لي عطاني العميم. اول حاجه درت وحيت هو ما حاضيش معايا كان بان لي غير خايف ما مسوقش ليا تدفعت لجيتو السيف بقى غادي فك كتفي ولكن من الجهه اللي ما ماضياش ودخلت فيه بدماغ بالجد حتى خونا طلق السيف وشد فنيفو. وانا جبت داك الفردي اللي عطاني العميم هزيتو عليهم كنترعد. قلت لهم غنقتلكم يدير شي واحد شي حركه غادي نتيري فيه. داك اللي كان مطيح البشير وحاط لي السيف على عنقو ما تسوقش ليا وانا كنترعد تيريت فيه ما حسيتش براسي كنت مخلوع بزاف. ني شافوني تيريت وعرفوني مخلوع والمخلوع هو اللي تخاف منه كتر. كلهم تكالموا وزقاو. قلت لذاك اللي ضربته بدماغه شكون مصيفطك؟ ما بغاش يجاوب. قلت لي غادي نتيري فيك والله تنتيري. كانوا عيني حمرين ومخلوع. نطق وقال لي احنا خدامين مع الامبيكا رئيس ديالنا قال لينا نتلقاو لكم وناخذوا لكم السلاحات. انا ما عرفت ما ندير. حتى داك اللي تيريت فيه تيريت فيه غير في رجلو ما قادش على هادشي. قلت للبشير يجيب التليفون ويعيط للعميم هو اللي غيقول لنا شنو غنديرو. وفعلا جاوبو عاود لي البشير شنو طاري بالزربه وسميت المافيا اللي هو امبيكا
اللي تلقات لينا، ويقول ليه لميمة دوز لي يوسف. عطيت للشيفور السلاح وبقى هز عليهم السلاح وقال ليهم انا راه مولف هادشي اللي تحرك فيكم نزنزل لمو راسو. خديت التليفون انا قال لي لميمة، قلت لهم كاملين راهم مع داك المافيوزي اللي دويت لك عليه، رجال ديالنا اللي ماتوا حطوهم تما، دابا غتجي واحد الطوموبيله غير قريبه ليكم، غادي تجمعهم وغتمسح كاع الدلائل اللي تما وتحركوا نتوما كملوا طريقكم عادي، خصكم توصلوا السلاح. قلت ليه نقتلهم؟ قال لي ما تخافش غير قتلهم انا معاك. قلت لي واخا. انا ما قلتش نتيري ديك الساعه، ولكن البشير بان ليا يقدي تيري. قال لي اش قال لك الشاف؟ قلت لي تيري فيهم كاملين. انا غير قلتها وكنتسنى منه انه يتردد ولا يقول لي ويلي ولا شي حاجه، خونا ما عقلش عليهم. بدا كيتيري فيهم واحد من مور الثاني، سال القرطاس كاع طاحوا في الارض كاملين حساب القرطاسات اللي كانوا عندنا. انا بقيت كنشوف فيهم وبان لي داك اللي ضربته دير واحد السلسله ديال الذهب غاليه، حيدتها ليه ودرتها في جيبي. قلت للبشير صافي غيجيو رجال ديالنا، هبط هادوك اللي عندنا في الهونطه غيجيو رجال يجمعوا كلشي. كانت ديك الطريق خاويه وما فيها حتى شي واحد، قليل فاش كدوز شي طوموبيله. ركبنا في الهوندا وقبل ما نتحركوا بانت لي واحد الطوموبيله ديال الاسعاف جايه. تلفت لعند البشير قلت لي ناري الاسعاف اش كيدير هنا؟ قال لي ما تخافش الاسعاف هو اللي غيجمع هاد الجثث كاملين وغيمسح الدلائل، حتى حد ما غادي يشك في شي اسعاف غاديه، ما تخافش الشاف راه قادي شغلو. قلت لي ها. بقيت ساكت وعرفت بلي هاد الشاف فعلا ناضي اللي مصيفط طوموبيل ديال الاسعاف تجمع الجثث، ما كاين اللي غيشك في طوموبيل ديال الاسعاف ولا يوقفها، هي ديما كتكون زربانه. قلت مع راسي انا دابا مسؤول على الموت ديال خمسه ديال الناس، واش ما كنرحمش ولا شنو؟ واش هذا هو يوسف اللي النمله هي الاخرى مع مقتله؟ يا ربي تسمح لي، هادي ما خدمه واقيلا ما والو. البشير شافني كنخمم وقال لي امالك بنتي ليا مقلق، واش هادوك خوتنا اللي قتلنا؟ كل ما قتلناهمش ما كانوش غاديين يعقلوا علينا. قلت ليه راني عارف والله لا عارف، لكن انا باقي ما مستعدش. قال لي كل حاجه عندها بدايه، غير البدايه اللي صعيبه. طلق واحد المزيكا ديال الساتي سميتها الغابه، وقال لي انسى صحيبي انسى، ناشط بحال ما قتلش شلا رواح. انا بقيت ساقل وغادي معاه، وصل لواحد ستاسيون فيها قهوه بلاصه الهوندا ودخلنا ليها. انا غير تابعو، جلسنا وجا السرباي قال لي شحب الخاطر. شديت واحد العصير والباشير خدا قهوه كحله. بقيت انا كنشوف في التلفازه كان لاعب المغرب وهولندا، بقيت مقابل التلفازه. خديت العصير ديالي بدينا كنشربو، ويقول لي الباشير واحد جوج بناس من مورانا من قبيله وما حاضيننا، وبلا ما دير ديك الدوره ديال الطوبيس. تلفت بشويه بانوا لي بصح واحد جوج ديال البنات كانوا شهيبات وكيتشابهوا. ما شافتني تلفت وهي تغمزني وحده فيهم. انا عندي حقي في الزين، ولكن باش تزعم بنت تغمزني هكا وانا في مهمه بحال هادي؟ هادشي دخلني الشك، حيت كنت واخا هكاك مطيور. بقيت زاقي حتى ناضو بجوجهم جاو جلسوا حدانا. دوات وحده فيهم وقالت لينا انا سميتي منال اختي سميتها منار. قلت لها مشرفين، انا سميتي يوسف صاحبي سميتو الباشير. هما بداو كيضحكوا، تقلق الباشير ما كيضحكوا ليه على سميتو، خاص سميت الباشير اسميه زوينه. دوات ديك منال وقالت لي غير ضحكين معاك. قلت لهم انا اين مدينه كتسكنوا؟ قالت لي منار كنسكنوا في كازا، ولكن عندنا مشكل. قلت لها شنو هاد المشكل؟ نقدروا نساعدوكم. قالت لي الطوموبيله ديالنا طاحت اون بان، ما كرهناكمش توصلونا لكازا الا كنتو غادي لها. انا زاد دخلني الشك، ولكن خليت نظريه انهم غير جوج بنات فعلا طوموبيلتهم فيها مشكل بغاو اللي يوصلوا ماشي مشكل. نضنا خلصنا السربايه وطلعنا في الهوندا، طلعوا حدانا هكاك مزاحمين. بقينا غاديين واحد الساعه وصلنا لكازا. قال لهم البشير فين بغيتو نوصلوكم؟ قالوا لي العنوان، وصلهم فعلا. هبطوا في حالاتهم، عاد انا ارتاحيت حيت كنت غادي في الطريق وحاضي معاهم ليكونوا مصيفطهم شي واحد. تحركنا للعنوان اللي عاطينا العميم، وصلنا ليه كان في الخارجه ديال كازا. غير خلا تما، قلت للبشير واش عارف انت فين كاينين هادو بالضبط اللي غاديين عندهم؟ قال لي راني فايت جبت لهم السلعه. هبط من الهوندا وهبطت انا، وقال لي حضي انت الهوندا انا غنمشي نكلمهم. قلت لي صافي توكل على الله. مشى هو وانا بقيت حداها كندور في عينيا كي القرط. شويه بان لي البشير جاي،
مع واحد السيد كبير وكيهضروا من مورام سبعه ديال الرجال تقريبا. عرفت بلي غيكونوا هما الحراس ديال داك السيد. جاو لعندي وتسالمت مع الشارف ويفتح ليهم البشير اللور ديال الهوندا ويقول لي ها هي السلعه اجي تشوف واش هي هذيك. عيط السيد للرجال ديالو قلبوها ولقاو كلشي مزيان. مد الباشير واحد الباليزه طلع ليها الباشير وتنكت طالق عينيه كانت عامره بالفلوس غير الزرقاء على اختها. هزوهم السلعه كامله شارجاوها فواحد الطوموبيل كبيره وطلعت انا والباشير للهوندا ومعنا الباليزه. قلت لي شحال يكون فيها ديال الفلوس؟ قال لي هو تقريبا 500 مليون بحال هكاك ولا 600. بقيت ساقل تمان هذا ويقول لي نبقاو في كازا نضربوا شي دويره ولا نمشيو عند دوك منال ومنار نشدو معاهم السون وغدا عاد نرجعوا في حالنا. قلت لي حنا هازين معنا زباله فلوس خصنا نرجعوا في حالنا باش نعطيو للعميم فلوسه. تخيل طرا شي حاجه ويمشيو لينا الفلوس وكازا واعره موجودين فيها غير هما. ايوا فين غنوليو؟ قال لي صراحة عندك الحق نيت يلا تحركنا لواحد الصناك تغدينا فيه. من بعد قصدت انا ويا واحد الدايبي بعت لي ديك السنسله اللي خديت لخونا عقلتو عليها وشريت واحد الخاتم ديال الذهب صغير زوين خبيته في جيبي. غادي تسولوني علاش؟ انا دارس الخطه مزيان نخدم مع الاميم نكسب الثقه ديالو ولاش لا ما نكسبش حتى بنته هي اللي غتنفعني بزاف وغتخلي باها ما عمرو يفكر يأديني في حالة لا بغيت نخرج من عندهم ولا شي حاجة. كنت كنضرب الحساب بزاف ديال البلانات. من بعد تحركنا في حالاتنا انا والباشير طالق مزيكا سيقوم مزك انا نعست كاع في نهاسي في الطوموبيله وخا نعس عوج حلمت بالوالدة. كنت كنجيري وهي كتقول لي ارجع ولدي راه الطريق ما مزياناش اللي غادي فيها. ضربتني الفيقة تحشات معايا رسالة ولا الميساج لي سمعت في الحلمه. بشير قال لي على سلامتك من الصباح تناس زيد راه ما بقى لنا والو. بقيت ساقل انايا. وصلنا فعلا للفيلا ديال العميم هبطنا من الطوموبيل هزيت الباليزه دخلت للدار ويبان لي العميم جالس في الجرده شافني وقال لي على سلامتك على سلامتك كي دازك شي مزيان؟ قربت حداه وقلت لي الحمد لله. حطيت لي الباليزه قدامه قال لي ايوا وليدي حوايجك خليتيهم هنا وكانت لاكارت ناسيونال هزيتها وليدي وفتحت لك كونط غادي نولي نحط لك فيه الفلوس والمستحقات ديالك. قلت لي شكرا بزاف انا غنمشي ندوش على العميم. قال لي سير بالصحه وراحه وارتاح مع راسك. فعلا طلعت للدوش طلقت راس الشاشه وبقيت تحت منها ساليت الوجه عليا البينوار ومشيت دخلت لبلاصتي لبست حوايجي مزيان تكيت في الناموسيه وكنفكر في هاد السفيره كيف دازت. كنت غادي نموت اليوم وتزاقلت مع الموت وجات في بالي حتى ديك الحلمه اللي حلمت. بقيت متكي حتى سمعت الدقان في بيتي انا تحليت بانت لي فدوى. قالت لي جيتي وما جيتيش تسلم عليا؟ قلت لها غير سمحي لي. قالت لي هانيه على سلامتك بعدا كي داز داكشي؟ قلت لها مزيان وراه ما نسيتكش رجعت وجبت لك معايا واحد الحاجه. قالت لي شنو هي؟ شنو جبتي لي؟ قلت لها غمضي عينيك. بقات كتشوف فيا مستغربه حيت زعمت ولكن كانت هذه الخطه ديالي. غمضت عينيها فعلا جبت داك الخاتم ركبته لها في صباعها هي تحل عينيها وشافت فيه مزيان. قالت لي فراسك اول مره يجيب لي شي واحد كادو من غير بابا زوين بزاف وكتعرف تختار كي درتي تفكرتيني. بقيت كنشوف فيها وهي تعنقني. انا عرفت بلي البلون ان ولا البلون اي ناجحه. خوكم شدته التبوريشه عرفت راسي ضربت جوج ديال العصافير بمسن واحد ولا بحجره وحده. لبات كسبتو في المهمه والبنت كسبتها بالخاتم. هكا دايرين العيالات الله يسر. ابسط حاجه قدرت تنشطهم سيستيم ديالهم كله فيروسات. تقدر تضحك دابا شويه وتغوبش وقدر خويتم ولا غير صنداله ديال الميكا تخليها فرحانه النهار كامل. البلان ساهل واخا هكاك خصك غير تكون ثقيل ومحترف واحد شويه. بقات غير كضحك معايا عاملتني بواحد الطريقه زوينه ولكن لحد الان ما قلت لها لا تصاحبي معايا لا تكون بيناتنا شي حاجه وحتى هي ما قالت والو. المهم غير نكسبها دقه دقه انا ما نبانش زربان ولا ملهوف. باقيين واقفين حتى وقف علينا باها العميم اللي سميتو المعطي ولكن حنا غنعيطوا ليه العميم. وقف وانا نقفز من بلاصتي تخلات. قلت لي شنو خاصك العميم؟
نساعدك في شي حاجه؟ شاف فدوى وقال لها اش كديري قدام البيت ديال السيد؟ تزنقات البنت قالت لي راه بغيت يوسف يمشي معايا، بغيت نشري شي لباس يخاصيني، خرجوا جداد حتى هو يشري لي شي حوايج يبدل حيت راه ما عنده ما يلبس. انا بقيت ساقل كنقول كيفاش تنزلت على هاد الفكره هادي بالزربه مسخوطه هادي. حتى قلت هادي الاخره ليا اليوم حيت حصلني واقف حداها ولكن صدقات. قال لي باها مزيانه بنيتي خرجي هنيتي فوج هاكي، مد ليها واحد لاكارت وقال لي ها الا كانوا ناقصينكم فلوس ها لاكارت هادي خدمي بها خذوا اللي بغيتو. قالت لي شكرا يا احلى اب في العالم. قلت في دماغي ايه شكرا يا احلى اب في العالم، احلى اب بنيت مش المعطي من حدانا وانا نقول ليها. كيفاش نزلت عليك هاد الفكره حتى قلتي ليه هاد البلان هذا؟ كان يحسب ليا بلي هادي هي الاخرى ليا معاكم في هاد الدار. قالت لي راه معاك حللت المشاكل، يلا خليك دابا نمشي نلبس باش نخرجوا ما عندنا ما نديرو دابا. قلناها لي قلت لها واخا انا كنتسناك. مشات هي البيت انا دخلت قديت حالتي تشيوكات وكذا، بانت لي واحد الماكينه ديال الحسانه باقا جديده كارت طبيعة اللحية، عاد بان فيها الضو، هبطت لتحت بانت لي خدامة كتقلب في واحد الجاكيطة، كانت الجاكيطة ديال العميم، شفتها هزات منها واحد الوريقة، هي ما كانتش كتشوف فيا كانت عاطياني بالظهر، بديت كنتسلت حتى وصلت حداها، وأنا نقول لها اش كديري؟ قفزات وهي تشوف فيا وبدات كتمتم في الهضرة، قالت لي والو والو، والو، قلت لها غير ديك الوريقة، خديتها وحليتها، وقا كانت كبيرة شوية ومتنية مزيان. وكانت مصوبه بداك النوع ديال الوراق اللي كيكون قاصح. عرفت انه هذه هي الخريطه ديال العميم، شنقت عليها وبدات كطلب فيا ويتم داخله عندنا فدوه. قالت لي اش كدير تفرق على السيده؟ اش دارت ليك؟ قلت لها منيتك راه ساكن معاكم ابليس في الدار وانتم ما سايقين خبار. قالت لي وضح لي اكثر وطلق من السيده. هنا تحل الباب ديال البيت الاخر وبان لي العميم شاف فينا وقال لنا مالكم على هذا الصداع؟ اش كاين؟ قلت ليه اجي تشوف رزقك كان غادي يمشي ليك. قال لي مالك اولدي؟ اطلق من السيده. مديت لي الورقه شافها وقال لي منين جاتك هادي؟ قلت لي سول الخدامه منين جاتني، خذتها لك من الجاكيطه ديالك. الحمد لله حصلتها. شاف فيها وبان لي تعصب، اللون ديال وجهه تبدل، كان باغي يضربها وانا نقول لا الحاج لا ماشي هذا هو الحل. قال لي حيدها من حدايا ما بغيتش نشوفها قدامي. جريتها وقلت لها طلعي جمعي حوايجك وهاكي. جبت شي باركه من الفلوس اللي شاطوا ليا فاش بعد السلسله عطيتها لها قلت لها سيري الله يعاون. جمعت حوايجها ومشات فعلا في حالها. مشيت انا عند العميمه كان جالس في الجرده كيكمي في واحد السيجار. قلت لي صافي ما ديرش في بالك دير بحال ما طرا والو. قال لي كون ما كنتيش انت مشات لي الخريطه كنت غنتسطى. سير اولدي انت وفدوه تخرجوا تفوجوا سير. قلت لي واخا العميم. كانت فدوى واقفه جيت الباب وقفت ومشيت انا وياها. كانت مشاو باينة فيها مصدومه. طلعنا في الطوموبيل ديال ماراتا غادي في الطريق وهي تسولني قالت لي شنو كاين في ديك الواقعه. قلت لها من بعد وغادا تعرفي. فهمت انه ما فراسها والو على الخريطه. قالت لي اوكي وسكتات. وصلنا لواحد القيصريه كيتباع فيها داك الشيء غالي. هبطنا من الطوموبيل ودخلنا لواحد المحل كنشوفوا اللبس ديال العيالات هو الاول. هزلات ليها واحد جوج ديال الكسوات زوينين واحد اللبسه. مشينا لجهه الرجال وهي تبدا كتهزل ليا وانا كنقيس. كتقول لي الحوايج كيفاش جاوني. خديت شي حطات ناضين ومشينا لبلاصه لاكيس باش نخلصو. ومع من غنتلاقاو في لاكيس؟ تلاقيت مع حمزه عشيري اللي عطاني 200 درهم ملي خرجت من الدار. واحد الحاجه ما شرحتهاش لكم انه ما عنديش اصلا تليفون باش شي واحد يصوني ليا. بقى حمزه كيشوف فيا وقال لي ما تقولش لي يوسف هذا. قلت ليه هو هذا. عنقني وقال لي غبرت يا عشيري، امك منين كنتلاقى معاها في الطريق كتبقى تسولني عليك. قلت لي راه غنرجع ان شاء الله لعندها. فدوى قالت لي واش كتعرفو؟ قلت لها اه راه صاحبي من الطفوله. قالت لي مزيان منين تلاقيتو؟ قال لي حمزه ما نديروش شي قهوه نهضرو شويه. قلت لي قيد لي نمرتك في شي وريقه باش منين نكون مسالي نعيط ليك. بدت واحد الوريقه قيد لي السميه وعطاها لي درتها في جيبي. خلصت فدوى وغديت لي انا ديك 200 درهم بالزعاد باش خداها. خرجنا من المحل وقلت لفدوى واش نطلبك واحد الطليبه. قالت لي شنو بغيتي؟ قلت لها باغي نشري تليفون وخصني ضروري غدا نمشي للبنكه ناخذ فلوسي منها ونرجع لك فلوسه، غير انا بغيتو اليوم.
قالت لي باغي تليفون باش تبدا تدوي مع البنات. قلت لها اش هاد الهضره كتقولي؟ بغيت ندوي فيه مع شي ناس عزازين عليا، واش انا قد هكا وما عنديش تليفون؟ قالت لي سالاو لي دابا الفلوس. قلت لها صافي بلاش، يلا نرجعوا للدار. تمشينا انا وياها، طلعنا في الطوموبيل. يلا باغا دير شي مزيكا؟ قلت لها حبسي، ضاغني راسي ما بغيت نسمع والو. قالت لي يخ شحال معقد. وكانت كضحك، انا ما بغيتش نجاوبها، ديت راسي بحال ما سمعتهاش. وصلنا هبطنا وحلات الكوفر، جبدات الحوايج، عطاتني الحوايج ديالي خديتهم، خدات هي ديالها، سدات الكوفر ودخلنا للدار. قالت لي واش نتفرجوا اليوم في شي فيلم؟ قلت لها لا، ومشيت لبيتي. دخلت لبيتي وتلاحيت في الناموسيه، شعلت التلفازة اللي عندي في البيت، كان بادي حديد دان في جيليز، بقيت كنتفرج فيه. عالم ضحكني حتى سمعت الدقان. قلت شكون؟ وقالت لي واش ندخل انا فدوى. ايوا الحوته شدات في الصنارة، والسياسة نجحت، ولكن غنزيد نقصح راسي باش نزيد نعجبها. قلت لها ما مساليش باغي الناس. قالت لي عارفك مقلق مني على قبل التليفون، دابا نشري ليك صافي. قلت لها ما بغيتوش وماشي على داكشي، انا عيان وبغيت الناس. قالت لي غير خليني ندخل، حل ليا. شفت تعيت وحليت ليها الباب. قالت لي هبط نتفرجوا بجوج في الصالون. قلت لها لا ما بغيتش، انا باغي الناس. بانت لي شاده في يدها واحد الميكا وقالت لي بغيت نوريك واحد الحاجه، انت درت لي مفاجاه زوينه حتى انا باغي نردها لك. قلت لها شنو هي؟ قالت لي غيب شويه عليك، غمض عينيك وغتعرف. غمضت عينيا. قالت لي حلهم، حليتهم يتمد لي واحد البواطه، عرفت بواطه ديال التليفون، بقيت كنشوف فيها. قلت لها واش ديالي؟ قالت لي اه خد تليفونك جربو، راه مدخله لي كل شيء. منين جينا خرجت عاوتاني خديته، شعلت التليفون، كان شي سامسونج جالاكسي ولكن داك النوع الاخراني، كان كبر من يدي كاع. قلت لها شكرا بزاف وسمحي لي على كل شيء. قالت لي هانيه انا غير كنت بغيت نعصبك شويه وصافي. قلت لها راه عصبتيني ولكن ماشي مشكل صافي. بدات كتوريني في التليفون، كتوريني شي حوايج انا ما عارفهمش. انا التليفون اللي دوزت كان نوكيا، ومني امتى تصورت معايا بالتليفون شحال من سيلفي. وهي تقول لي ودابا غنهبطو نتفرجوا. قلت لها واخا، ما بقاش ضارني راسي بالفرحه. مشينا فعلا للصالون، بقينا كنتفرجوا، كان واحد الفيلم هندي بقينا كنتفرجوا فيه، وكان عاجبني الحال حيت الخطه ديالي كامله ناجحه لحد الان، ولحد الان باقي ما تاديت بوالو في بلاصتي. وانا كنتفرج متكي حتى داني الناس، حتى جات الخدامه فيقاتني، الخدامه الثانيه حيت الاولى مشات في حالها. قالت لي نوض، دورت عينيا كنت ناعس في الصالون غير بوحدي، عرفت بلي فدوى فاش نعست مشات لبيتها. الخدامه قالت لي نوض تكلم سيدي كيتسناك لتحت. قلت لها صافي انا جاي. مشات غسلت وجهي انا، قديت الحاله ديالي، لبست واحد السيرفيت، درت التليفون في جيبي، هبطت لتحت. بان لي المعطي العميم كيفطر، ريحت حداه وقال لي فطر راه تابعك السبور. قلت لي كيفاش؟ قال لي واش ما باغيش تمشي عند داك السيد اللي درت معاه يدربك؟ قلت لي نسيت صافي غنمشي. بديت كنفطر حتى جات فدوى حتى هي جلست كتفطر معانا. قال لي با فين كنتي؟ مشات الخدامه البارح لبيتك وما لقاتكش فيه. قلت لي راه كنت في الصالون كنتفرج، والصباح كي فقت مشيت درت السبور، عرفت بلي دوزات عليها عاوتاني. وقال لي با مزيانه بنتي، رياضه راه مزيانه ليك. جاني الضحك انا كاع هما يشوفوا فيا بجوج. قال لي العميم مالك كضحك اولدي؟ قلت لي غير تفكرت واحد الحاجه. فطرنا وخرجت انا والعميم، اما فدوى فبقات في الدار حيت ما خدامش اليوم. طلعنا في واحد البي ام دبليو، ركبت اللور انا وياه، والشيفور سايق بينا ويبدا يقول لي المعطي اللي قالها لك المدرب نفذها، في الاول غتجيك سبور صعيبه مع الوقت غادي تولف. قلت لي ان شاء الله. الشيفور بقى غادي خارج من المدينه ودخل مع واحد الغابه. قال لي العميم نزل. نزلت ونزلت هو تمينا داخلين مع ديك الغابه، كنت مخلوع كانت خاويه، قلت واقيلا هذا عاقبيه كندوي ليه مع بنته ولا شي حاجه بصفها ليا هنا، ولكن سقلت وبقيت غادي. دخلنا مع شي شجره وخرجنا في واحد الوسعه خفيفه وسط من الغابه، كانت فيها واحد الدار كبيره مسيك يا مولاها مزيان. قال لي المعطي اللي هو العميم هذيك الدار اللي كتشوف فيها هي ديال المدرب ديالك. قلت لي زوينه. مشيت انا وياه وبدينا كندقوا، حلت واحد البنت بينما مغربياش في شكلها،
قال لي انا ما عطيك كاين فيصل. قالت لي اه كاين. تسنى واحد دقيقه. قال لها شكرا بنتي. مشات وانا نقول ليها الهميم هاد السيد ملقى فين يبني هاد الدار هادي غير في الغابه. قال لي هو عزيز عليه يكون بعيد على الصداع ديال الطوموبيلات والمصانع وكيبغي الجو يكون نقي. هنا هو يخرج داك فيصل نوصفه لكم مزيان. كان شارف في العمر ولكن الفورمه اللي عنده فين تبان الفورمه ديال بدر هاري. قال المعطي فين هاد الغبور؟ قال لي المعطي غير مع الخدمه. هذا هو الدري اللي دويت لك عليه. قال لي داك فيصل هو هذا. شاف فيا وقال لي السلام ولدي. قلت لي عليكم السلام. قال لي شوف اول حاجه نقولها لك هي نبغيك تحترمني واي حاجه قلتها لك غديرها ماشي تعجز وتبدا تقول لي سخفت ولا عييت. متفقين؟ قلت لي متفقين. ويقول لي سمحوا لي خليتكم حدا الباب. دخلوا. دخلنا ومن الداخل كان داك الدار واعره بزاف منضيها مزيان. مشينا لواحد الصالون ريحنا. عيط داك فيصل قال اكرام. سمعت اكرام في الاول كان يحسب لي قاوريه ولكن ملي سميتها اكرام غمغريبيه وشهبه وصافي. سمعتو قال ليها جيبي كاس ديال اتاي للضياف. قالت لي واخا بابا. تفاجات عاوتاني بلي راها بنته. بقينا كنهضرو حتى تما جايه اكرام حطت الصينيه ومشات. بدينا كنشربو في اتاي شويه. قال لي المعطي خرج معايا للجرده بغينا ندوي في شي هضره ولدي. قلت لي واخا. خرجنا للجرده ديال ديك الدار جبت التليفون بديت كنتصور في داك القنت حدا واحد النافوره زوينه. كان داير بينا تما الشجر فيها رمان. كان القنت زوين بزاف. المعطي شاف فيا قال لي الله يرضي لك ولدي اللي علمها لك عقل عليها. سيد راه معقول وكيبغي المعقول. انا عندي الخدمه راك في امان هنايا. النمره ديالي عندك عيط ليا الا بغيتي شي حاجه. الله يعاونك وليدي. سلمت معاه بسلي على يدو ومشى. بقيت واقف حتى جا عندي داك المدرب. قال لي اش بان لك نديرو شي فوتينغ دابا في الغابه. قلت لي واخا. مشيت معاه كنجري وانا اصلا ضارب سيرفيت وهذا. بقينا كنجريو بشويه. واحد شويه قال لي نتسابقوا بحال شي دري صغير. قلت شي باني غنخلي لي غير الغباريه. وبدينا عطينا الجرة وانا خلاني في 90 سبقني مزيان. وصلنا لواحد البلاصه كتبان ليا فيها واحد البارفيكس محطوطه. شد هاد الغابه هادي والقناه ديالها اللي ضايعين بدارو ردهم بحال لاصال. بديت كنتريني انا وياه. بديت بالتراكسيون شويه البارفيكس شويه كيعلمني كيف ندافع على راسي. داكشي كان مزيان حتى هو تعامله كان زوين. قال لي الشكل ديال التدريب ديالي راه في شكل. انا ما غنبداش معاك بحاجه بحاجه بالعكس غندربك على كل شيء في دقه واحده. هكا غيكون التمرين ديالنا. مشى جاب شي سلاحات من الشكاره ديالو وقال لي نبداو معاك بعدا بالتير. حتى هو مشى حط شي قراعي ديال الدجاج فوق واحد الشجره كانت مقطعه وجاب السلاح وقال لي يلا بدا. بقيت كنتيري كنغلط بزاف. كيعاود يوريني كيفاش نعمر السلاح وكنعاود نغلط. ولكن جبتها في شي جوج ديال القراعات ديال الدجاج. ضربنا شي ساعتين ونص ديال لونطريمون وقال لي جاتك لونطرينا معايا. قلت لي مزيان. قال لي باقي ما شفتي والو يلا. تميت راجع انا وياه للدار وكنهضرو. وبدا كيعاود ليا على شنو خاصني نبدا ناكل. وصلنا للدار ديال فيصل دخلنا جلسنا في الجرده. عيط لبنتو باش تجيب لينا جوج كيسان ديال العصير. قال لي كتمرين الاولاني تانت عجبتيني في التدريب ان شاء الله غادي ندربك على بزاف د الحوايج. قلت لي هاد الزمان هذا خصك تكون قوي داكشي الا جيت عندك. جابت البنت داك العصير عطاتنا نشربو وسولاتني. قالت لي كي جاتك لونطريما مع بابا؟ قلت لها مزيان. مشات هي ويقول يا فيصل هادي بنتي هي اللي عندي ما مات. قلت لي الله يرحمها ولكن شفتها ما كتشبهش ليك هي عينها زاقين وانت عينيك كحلين. قال لي اه راه كتشبه لامها. امها ماشي من المغرب كانت امريكيه. قلت لي اه وانا نفهم. بقينا كنهضروا كينصحني شنو خاصني ندير في هذه الحياه السعيده. حتى تسمع الدقان في الدار ديال فيصل. مشى باش يحل الباب حلو ويبان لي المعطي دخل. قال لي المعطي غنبدا غاترينيشو اليوم؟ قلت لي اه. انا كنحسب لي غادي نبقى هنا مده وغنبات هنا ولكن فهمت انو المعطي جا باش يديني. قال لي زيد ترتاح شويه في الدار. تسلمت مع فيصل وشكرته بزاف وخرجت للطوموبيل ديال المعطي. ركبنا فيها وزاد الشيفور تحرك. سولني حتى المعطي كيفاش جاتني لونطريما مع فيصل. قلت لي ناضيه بزاف واستفدت بالزربه وتدريبه ساهل. علمني حتى كيفاش الا جا شي واحد بغى يضربني بموس شنو خصني ندير ليه.
كطالق عليه وقال لي مزيانه وليدي. وصلنا للدار في بلاصينا بلينا الباب متغع كامل. لاميم شاف البلان فهم بلي شي حاجه واقعه. هبطنا كنجريو من الطوموبيل دخل من الدار كانت كلها مقابله وشي رجال كانوا وحدها ميتين. وكان واحد خوتنا هزين موسى على فدوه مجلسينها في الارض. انا ماهش معايا السلاح الحاز ديال المعطي كلهم طايحين في الارض. قريبه ليا واحد الحديده ولكن كي غندير لها المعطي كان واقف قريب مني. دار يدو من موراه وجبت السلاح حتى هو هزو على داك خونا. كانوا غير جوج لي شادين بنتو تما بداو كيتغاوتو معاه بلي غيتيريو فيها والمعطي راسو قاصح حتى قلت انا غتموت فدوا. استغليت ديك الفرصه باش نخطف الحديده من حدايا خبيتها قدامي وضربتها بجرية. هربت المعطي شاف فيا بواحد الطريقه بحال الا قال هاد خونا هذا هرب. انا ما هربتش خرجت من الباب ديال الفيلا وخليتو كيتغاوت معاهم وهما شادين بنتو حاطين عليها موس. دارت على الفيلا بزربه وتلاحيت من الحيط اللوراني وتمي جي كانت سلت. وصلت من موراهم وهما عاطيني بالظهر. كنت كنسمعهم كيقولوا لعميمة جيب لينا الخريطه دابا. انا قصدت خونا اللي ماهاش على فدوى الموس خونا اللي هاز السلاح. وصلت حدا وانا نضربو بالحديده بالجهد ضربتو لراسو حتى طاح. دار صاحبو شير عليا بالموس خويت عليه ودفعني حتى طحت. جبد واحد سلاح من موراه حتى قلت صافي غيتيري فيا. وانا نسمع السلاح تيرا وطاح خونا قدامي. الحاج تيرا بالزربه ومزقلوش جابها ليه في راسو. قرب لعندي وقال لي نوض راه ميمكنش يكونوا صيفطوا جوج ديال الرجال الفيلا كامله. فدوا وقفات وديك الساعه نقاتني قدام الحاج حتى قلت غيتبعني الاخر. دخل الحاج كيجري وانا تابعو الفيلا. كيدور كيقلب لقى شي رجال من هادوك ميتين عاد عرف بلي حتى رجالنا ضاربوا معاهم يعني طيحوا كلشي وبقاو غير جوج هما اللي طيحنا حنايا. مشى داير يتقلب واحد الخزنه ديالو ديال الحديد كانت كبيره حلها دار الارقام ولقى داك الطرف ديال الخريطه عاد ارتاح. عيط بالتليفون لشي رجال اخرين مخليهم مكلفين بشي بلايص ديالو. جاوب الزربه باش يمسحوا الدلائل كاملين. دخلت انا ومعطيو فدوى للصالون. كانوا دوك الرجال كيجمعوا دوك الجثث من حدانا وكيحيدوا حتى الدم. قال لي المعطي خصنا نديرو حد لهذا الشيء قبل ما طرا شي حاجه لشي واحد فينا. قلت لي خصك تكثر من الحراس. قال لي غدا غنعيط لواحد من الرجال ديالي المهمين غيجيب لي شي 10 ديال الرجال يكونوا صحاح. عيط على الشيفور وقال ليه تكلف انت بهذا الشيء. قال لي الشيفور صافي كون هاني انا غنختار الرجال اللي غيخصوك. غنختار دوك المحترفين حيت فايت لهم ترينا ومعايا بزاف منهم. غنختار اللي عارفهم غيخدموا من نيتهم. قال لي العميمة صافي غدا جيبهم نشوفهم. انا قلت للعميمة انا عييت غنطلع لبيتي. قال لي سير اولدي ترتاح دابا. طلعت لبيتي باش نرتاح. وصلت ليه يلا حليت الباب باغي ندخل حتى حسيت بشي حد حط يدو على كتفي. تلفت وبانت ليا فدوى. قالت لي ما كنحملش نجلس بوحدي في بيتي واخا جلست معاك. قلت ليها وباك الا شافنا ولا شي حاجه. قالت لي ما تخافش غير خليني ندخل معاك. قلت لها واخا دخلي. دخلت انا مشيت تلاحيت في بلاصتي جات جلست حدايا هزات تيليكوموند وشعلت التلفازه بقات كتقلب في القنوات بان لها واحد الفيلم وخلاته هي بقات كتفرج. انا جبت التليفون دخلت الواتساب بقيت مكونيكتي فيه. كنت كندوي مع شي بنات من بعد حطيت التليفون نط للطواليط. فاش خرجت منها لقيت فدوى هزت التليفون ومقلقه. عرفت بلي هزات ليا تليفوني وقرات داكشي اللي فيه. وقفات حتى لحدايا وخنزرات فيا وكانت بغات تصرفقني كاع ومشات كتجري لبيتها. قلت واش هادي اش حساب لها انا ما درت والو اصلا. متكافئت مع راسي عاد نهز الهم لها هي وقيلا كتبغيني. نمشي نطلب منها سماها. خرجت فعلا من بيتي وغادي نيشان البيت ديالها. دقيت سمعتها قالت لي شكون. قلت لها يوسف حلي نشرح لك. قالت لي ما عندك ما تشرح ليا لاش اصلا كتحاول تقرب مني وانت عندك طاشمه ديال البنات في التليفون. قلت لها غير سمحي لي وصافي. رجعت لبيتي درت لي زياد في ودني وطلقت المزيكا وبقيت كنفكر في فدوى. ياك ما غتبقاش كتحملني كاع. وتفكرت الوالده توحشها بزاف طاح عليا واحد الضيم خايب. بقيت كنفكر حتى جاني الناس. حيدت الكيتمان وتكيت ناست. في الناس حلمت مزوج بفدوى مزوجين بجوجنا
وداز واحد العرس خفيف في الحلمة وخا ما عقلتش على الأحداث ديالو. فشفقت حليت عيني على الدقان في الباب، جاوبت وكانت الخدامة قالت لي هبط تفطر مع سيدي وكاين واحد ضيف معاه. قلت لها صافي أنا جاي. دخلت للدوش غسلت وجهي، هبطت وكيبان ليا المعطي العميم جالس مع واحد خونا كيبان تقريبا قريب ليا في العمر، ضارب واحد الحطة والشعر عنده طويل ودير واحد الحية مدراسية. سلمت عليه ويقول لي المعطي نعرفك بولد خالة فدوى. قلت ليه متشرفين. هنا ويا تبان ليا فدوى هابطة لابسة بيجامة، جات سلمت عليه من الحنك وجلست حداه. أنا جالس بوحدي، بدينا كناكلو ما كنهز عيني كيبان ليا خونا كيشوف فيها وهي كتشوف فيه وكتبدا كتضحك. ما عجبنيش الحال، نطت وقلت للمعطي غنطلع لبيتي. مشيت فعلا للبيت، سديت عليا بغيت الناس ما بغاش يجيني الناس، درت المزيكا باش ننسى. زادت ضغطني في راسي، ما عمر شي واحد يكون حزين ويطلق راب في ودنيه نهائيا كيزيد يكمل عليه اللي خاص. قلت ندخل نضربها بشي تدويشه وفعلا دخلت دوشت، لبست البينوار وخرجت عاد ارتاحيت. جلست في بلاصتي جبت التليفون عاوتاني، من بعد حطيته وبقيت غير كنفكر هاد البلان هذا ضارني في راسي ديال بصح. فدوا واقيلا باقينا في بالها حيت ملي كنا كناكلو بان ليا الخاتم اللي عطيتها دايره في صباعها. بدات كترجع فيا روح دقه دقه وكنصب راسي حتى انا واقيلا بديت كنبغيها. تفكرت هنا يا حمزه صاحبي، نسيت ما عيطتش ليه، جبت النمره ديالو من الجاكيطه مع كان كاتبها ليا، دخلتها عندي في الكونتاكت وعيطت ليه وجاوبني. قلت لي فين صافا؟ قال لي بخير. شكون معايا؟ قلت لي معاك الشيرك يوسف. قال لي فين هاشيري؟ حسب لك نسيتيني. قلت لي تنساك الموت هاشيري، نديرو شي قهوه في هاد الساعه هادي. قال لي واخا جي عندي للمحل ونمشيو. قلت لي صافي غنخرج من الدار ونجي لعندك. قطعت لابيل، لبست واحد الحطه كانت عازله عليا فدوى، درت الرويحه تريحت، مشط الشاير هبطت لتحت. ما بان ليا حد، بانت ليا غير الخدامه. سولتها وقالت لي سيدي وفدوى خرجوا مع داك الضيف. قلت صافي هاد ولد العبد هذا بيديها ليا، ولكن والله لا كانت ليه. خرجت من الدار شديت الطاكسي وصلت للمحل ديال عشيري حمزه، سلمت عليه عيطوا على واحد خونا خدام معاه قال لي حضي المحل. خرجنا انا وياه ركبنا في واحد الطوموبيل ديالو وتحركنا لواحد القهوه كانت جنب البحر. نزلنا ودخلنا ليها جلسنا. جا السرباي حمزه شد قهوه كحله حتى انا شديت بحالو، قلت للسرباي قصحها مزيان. قال لي حمزه مالك؟ بنت لي مقلق. قلت لي كنت حاس بهادشي اللي في انا تقلق كثار مني. قال لي عاود ليا ما كاين ما يدار دابا. بديت كنعاود ليه من الاول كيف تلاقيت مع فدوى، حاميت عليها من خوتنا اللي كانوا باغيين يغريسيوها، داكشي كامل قلت ليه الا البلان ديال الكنز هو اللي ما جبدتوش. قلت ليه حتى شنو طاري ليا دابا مع فدوى، ويقول لي السول اللي طرالك مع عشيرتك خايب بزاف ولكن انا عندي لك الحل. قلت لي اما هو؟ قال لي نقولوا لك وتمشي معايا. قلت لي فين؟ هو يقول لي من بعد وتعرف. شوف غادي تقول لفدوى تجي لعندي للمحل وانا غندخل بخيط ابيض، غنقول لها البنت اللي كنتي دوي معاها في التليفون عشيرتي انا وتخاصمت انا وياها وانت غير كنتي باغي تصالحنا. قلت لي واش غتصدق؟ قال لي غتصدق. وانا نقول لي راه شفت بزاف ديال النوامر. قال لي اش كنتي كتقول لدوك البنات؟ قلت لي الصراحه والو، وحده اللي كنت كندوي انا وياها وكانوا بيناتنا ميساجات فيهم بيبي هي اللي غنلصق لك، ولكن غتقول لك كيفاش كيقول لها بيبي. قال لي ماشي مشكل غير تقولها، المهم حنا ندوزو عليها وصافي. قلت لي واخا مشات، فين بغيتي نمشي معاك؟ قال لي غير زيد تبعني وصافي. خلصنا القهوه وخرجنا وتحركنا، مشى ديريكت وقف حدا واحد البار. قلت لي منيتك جايبني البار؟ قال لي غير نشطوا واحد شويه هانيه. بقى عليا بالهضره حتى وافقت. دخلنا لذاك البار وكان واعر بزاف، مزيكا مطلوقه على الجهد، اللي كيشربها اللي كيشطح روينا. مشيت ريحت انا وحمزه في واحد الطويبله، جاب الشراب واحد جوج ديال الكيسان. قلت لحمزه انا راه ما عمرني ما شربت ولا درت شي بليا، راك عارفني. قال لي انا بغيت نبدل لك الروتين اللي فيه انت دابا، ما تكونش معقد، طلقة السرح. قلت لي الله يخرج هاد العاقبه على خير. بقيت جالس معاه وشربت واحد شويه، جات واحد ختنا جلست معاه كتعرفو وبقات كتسلم عليه، سولاتو عليا وقال لها هذا عشيري يوسف.
سلمت عليا حتى انا وقالت لي سميتي حنان. جاب لها السير باي حتى هي كاس وبقات جالسه معانا. انا ما حملتش امها قاعده تجلس معانا صراحه، ماشي من داك النوع اللي في شكل شكلا زعما ما مضمونه باقي ما عرفتش، ولكن راه باين المضمون منين جالسه بحال هاد البلاصه هادي. بديت كنزعم على داك الشراب وكنشرب، ولكن كان باسل اكثر من القياس، وحسيت براسي غادي نتبوع، ولكن تحكمت في راسي. قلت في دماغي سير حمزه دابا نرد لك في ساعه الخير. كملت كاسي ونض حمزه هو وديك البنت كيشطحوا وانا بقيت جالس. جات واحد البنت جراتني نشطح معاهم، باين صيفطات هذيك حنان اللي كانت مع حمزه. بديت كنشطح حتى انا ودخلت في المود، صافي نسيت بنادم. بديت كنشطح مرتاح وكان عاجبني الحال. حمزه مرة كيشوف فيا وكيضحك وانا ما مسوقش للبشريه. بقيت هكاك حتى عييت. رجعت لبلاصتي جلست ورجعت ديك البنت جلست حدايا، كانت سميتها سكينه. انا هاد المره اللي عيطت للسرباية وزدت الشراب. بديت كنشرب وجا حمزه هو وديك البنت جلسوا معانا. ويشوف فيها حمزه قال لي نوض يلا. بقيت كنشوف فيه، عرفت بلي هادشي اللي كندير فيه غلط. وانا نوقف سلمنا على دوك البنات وخرجنا انا وياه، كان راسي مرفوع. حمزه قال لي راك شربتي بزاف، ما جاوبتوش كاع، كنت مرفوع فعلا. عيط لي الطاكسي ركبني وعطاه العنوان ديال البلاصه فين ساكن فيها انا، وقال لي وصلني وخلصوا. حمزه ما عرفتوش فين مشى، وصلني الطاكسي للدرب اللي ساكن فيه. نزلت وقال لي نساعدك، كتب لي ماشي في الوعي ديالك. قلت لي غير بلاش. سديت الطاكسي وتميت غادي كنتمشى. كان خربق غير بوحدي وكندوي بحال شي حمق. هاد اللقطه بديت كنقول في الدواء ديالي وما غادي ياخذها ليا حتى شي واحد، وبنادم كيشوف فيا حسب لي محمق. وصلت للفيلا، دخلت دوك الحراس اللي واقفين حدا الباب الرئيسي كيشوفوا فيا. دخلت انا حليت الباب اللي كاين لداخل، وانا لقى المعطي واقف باين ليا بلي كان كيتسناني. شافني في هاد الحاله هو يكعد ديال بصح. كانت واقفه قريبه ليه فدوى وداك الضيف اللي كان كيشوف فيا وبحال ما حامنيش. المعطي بدا جبد معايا بواحد التصافيقه وعيط على جوج من الحراس ديالو قال لهم طلعوا البيت، ما باقيش باغي نشوفه قدامي. جاو هزوني وطلعوني البيت، غطاوني وسدوا الباب وخرجوا. ناس انا حيت كنت مقلوب، فقت في الصباح ما عاقل على والو. نضت من بلاصتي وكنحس براسي عيان. دخلت للدوش شفت راسي في المرايا، عينيا كيبانو حمرين ومنفوخين. غسلت وجهي قديت الحاله، لبست حوايجي وهبطت باش نفطر. لقيت فدوى والمعطي وداك الضيف اللي سميتو سعيد جالسين كيفطروا كيضحكوا. ما شافوني وهما يسقلوا، ما بقاوش كيضحكوا. نقول شافوه عزرائيل، مشيت ريحت حداهم حتى واحد فيهم ما كيشوف فيا. بديت كناكل حتى كلشي سالى الماكله، وجات الخدامه جمعت الطابله ويقول لي المعطي ساليتي فطورك، يلا نوض وليدي جمع حويجاتك، ما باقيش باغي نشوفك، احسب لي راجل ونعول عليك، ساعه انت ماشي ديال هادشي. عرفتي كلمته ضربتني بحال الضو. نضت وانا نقول ليه البارح راني كنت معصب بزاف، الله اللي عالم بيا، انا ما عمرني درت شي بليا الا البارح. تلاحيت بيت نبوس ليه يدو ويدفعني، قال لي دويت هضره وحده اللي كاينه ماغاش نتنازل عليها. حضرت راسي وتشميت غادي طالع نجمع حوايجي، وانا سمع صوت فدوى قالت لباها صافي اسمح لي غير هاد المره. قال لي راني دويت يا بنتي، وهي تسكت. طلعت لبيتي جمعت حوايجي وهبطت، كيبانوا لي جالسين كيتفرجوا. شفت فيهم والمعطي كيشوف فيا شوفات ديال الكره، وفدوى حسيت بها بحالها بقيت فيها. كانوا عينيه بغا يدمعوا، اما داك الضيف كان فرحان. حليت الباب وخرجت، تلاقيت مع البشير اللي عقلتو عليه اللي كنت سافرت انا وياه لكازا. قال لي مالك اصاحبي؟ اش داكشي درتي؟ ماشي في عايلك هذوك. عنقني هو، قال لي غنتوحشك الصاط، خلي لي نمرتك نولي نعيط لك. عطيت شويه النمره وتسالمت انا وياه وخرجت من الفيلا، وقلبي كان محروق صراحه. دوزت فيها اوقات زوينين، تميت غادي في الطريق وما عارفش فين نمشي. نرجع عند الوالده لا، حتى ندير لاباس عاد نرجع عند دار الحج. هذا هو البلان ديالي، ميمكنش نرجع عندها دابا. الوالد معيشة في الجحيم ونزيد عليها تهمي. غادي في الطريق وكندوي مع راسي حتى تفكرت حمزة هو اللي خرج عليا البارح، غنعيط ليه يشوف ليا شي حل. هي هاديك صونيت ليه وبقيت كنتسنى هاد الجواب. قلت لي الو معاك يوسف، قال لي كي صبحتي؟ قلت لي بحال الزفت، جرى عليا المعطي من دارو، بغيتك تصوفي خوك. قال لي ما عندك زهر، انا دابا في الشمال باغي نتقدى شي سلعة، غنبقى تلت ايام عاد نرجع. قلت لي صافي. كنت نادم حتى تبعت طريقه البارح، قطعت عليه وبقى عندي حل واحد،
هو مشي عند فيصل، قلت ليه المدرب ديالي اللي كان كيدربني، نشوف الا بغى يخليني نبات عندهم بما لقيت شي خدمه ونكري شي دار. شديت الطاكسي وقلت ليه وصلني لديك الغابه، غادي في الطريق وكنفكر في اليامات دياولي مع فدوى هو في ديك الدار كامله، ولكن غادي نرجع وغناخذها حيت حس بها باقا كتبغيني وخطره بيني وبين هذاك البلان. وصلني الطاكسي خلصته ونزلت غادي وسط من الغابه، والحمد لله باقي عاقل على دارو. وصلت ليها دقيت في الباب، بقيت كنتسنى، عاود دقيت وتحل الباب، بان ليا فيصل نيت. قال لي مالك اولدي، واش بغيتي نتريني ودابا؟ قلت لي جيت قاصدك. قال لي شرح ليا مزيان ما فهمتش. عاودت لي البلان كامل اللي درت، وقلت لي بلي ما عطيتش غير عليا، ويقول لي بقيتي فيا انت اش داك حتى درتي داكشي، ولكن مرحبا بك الدار كبيره، راني عايش غير انا وبنتي. دخلت وداني لواحد البيت، قال لي حط حوايجك هنا، لبس عليك شي سيرفيت ونمشيو نتريني وفات الصباح. قلت لي هي الاولى. قال لي انا كنتسناك لتحت. خرج هو ورتبت حوايجي في واحد الماريو، لبست سيرفيت وهبط لعندو. خرجنا من الدار ومشينا كنجريو وترينينا بحال ديك المره. عاد رجعنا للدار وكنا ضاحكين، نساني في المشكل اللي طرا ليها مع داك المعطي. دخلنا من بعد مشينا ريحنا في الصالون، وعيط البنت وجات شافتني، قال لها غيسكن معانا هاد الوليد؟ قالت لي مرحبا. البنت كانت كتبان ظريفه بزاف، بالعكس الملامح ديالها بريئين كتر من القياس. شافت في باها وقالت لي نمشي نوجد لكم الغدا. قال لها لا غادي نمشيو نتغداو برا، سيري لبسي باش تمشي معانا. قالت لي واخا. قلت ليها انا غنمشي لبيتي نبدل هاد اللبس هذا. طلعت البيت حيدت السيرفيت، دخلت للدوش دوشت لبست واحد الحطه، تقديت مزيان، هبطت لقيتهم كيتسناوني. خرجنا من الدار وتمشينا شويه، ومن بعد شدينا طاكسي. فيصل عنده طوموبيل ولكن ما كيبغيش يهزها كاع، ركب هو في الطاكسي قدام وانا واكرام الله. بقينا غادي حتى وصلنا لواحد المطعم، ريحنا في واحد الطابله. يلا ريحنا وانا نهز عينيا كنشوف قدامي، وانا تصدمت. اخر حاجه كنت كنتوقعها حمزه جالس هو وحنان اللي كانت جالسه معنا في البار مريحين تما، هو قال لي في الشمال. كنت غادي نوض لعندو ولكن زيرت راسي، تيقت وحسب لي مسافر الساعة كداب. بانوا لي انا ضم بلاصتهم حنيت انا راسي ما بغيتوش كاع يشوفني، داز من قدامي وما شافنيش. قال لي فيصل مالك شفتك منين جلسنا وانت كتفكر؟ قلت لي والو والو. السرباي جا وسلم على فيصل حيت كيعرفو، وقال لنا فيصل اشنو ناخذو شي طويجين؟ قلت لي واخا. مشى السرباي يجيب الطاجين ويقول لنا فيصل هذا غيسطو هذا كنت خدام فيه شحال هذا، انا اللي كنت مكلف بالطياب ديال الطواجن. قلت لي والله المره الجايه ما كرهتش ندوق الطاجين من عندك السي فيصل. قال لي على راس والعين ان شاء الله ولدي. تحط لنا الطاجين والخبز ويقول لنا فيصل سميو بالله، وديك الساعه بدينا كناكلو. فيصل عاطي الماكله قتله، غادي مكسيري ولكن ديرها لونطريما شويه. ناض مشى للطواليط وبقيت انا وبنتو اكرام، بدات كتهز في اللحم من قدامها وكتحطو قدامي، دايره بحال شي دريه صغيره في التفكير ديالها، ولكن هادشي عجبني بزاف. هزيت راسي فيها وهي تبسم ليا، واخا هكاك الخوت عقلي داتو فدوى. بان فيصل جا جلس معانا، كملنا الماكله نضنا بغى يخلص الساعه سبقته. خلصت وخرجنا من المطعم ضاحكين، غادي على رجلينا نضربو دويره. فيصل كان متحمس بزاف، وفي واحد اللقطه تم قاطع الشانطي سابقنا وكيضحك وكيتلفت لعندنا. ما حسيتش انا براسي حتى ضربته طوموبيله، لاحتو في الارض وهربات، ولكن بان ليا الوجه ديال مولاها عقلت عليه. بقى فيصل مليوح تما، كان مضروب ضربه خايبه. طلعت اكرام عليه كتبكي وانا كنحاول نوقدو وكنشوف الدم هابط ليه من جهه راسو، حاولت اني نحبس الدم وعيط للاسعاف. بقينا كنتسناوها، بقيت كنتسنى الاسعاف وتعطل الساعه. جاب الله واحد خونا بالطوموبيل دايز، شاف البلان وقال لي يلا نديو للسبيطار. هزينا في الطوموبيل ديال السيد، ديمار السيد وتمينا غادي في الطريق، واكرام كتبكي بالجهد، دموعها ما كيحبسوش. حتى انا الصراحه بقى فيا، حسيت باللي يمكن يقدر يموت حيت ضربه شويه خايبه. خونا كسيره كسيره تشوغ واحد حتى للسبيطار. قالني ولاد الناس بحال هذا، كاين اللي تموت قدامهم ما يرحمكش. هبطنا فيصل، هزونا والسيد، دخلنا للسبيطار، جاو الفرامل ياخذوه من عندنا وتمو غاديين به. تابعوا انا واكرام وداك السيد، وصلوا لواحد الغرفه وهما يحبسونا. دخل واحد الطبيب تما، وقفنا حنا برا. قال لي داك السيد اللي وصلنا
سمحوا لي انا غنمشي حيت مخلي مراتي بوحدها في الدار وحامله، خايف لا توقع عليها شي حاجه. الله يشافي السيد ويكون الخير. قلت لي شكرا بزاف، سمح لينا عذبناك معانا. قال لي ما تقولش بحال هكا، اي واحد كان في بلاصتي غادي يدير معاكم نفس هاد الشيء، ما يكون عنده باس. مشاو بقيت واقف انا واكرام كنتسناو، بانت لي عيات بزاف وما بغاتش تسكت من البكه. عنقتها وقلت ليها ان شاء الله ما غيوقع ليه والو، غير دعي معاه. بقيت مواسي حتى كبان لي الطبيب خرج من الغرفه. مشينا كنجريو لعندو، سولتو عليه كيف بقى، ويبقى كيشوف فيا شي شوفات في شكال خلعوني ويقول لي يا الحمد لله ولدي اللي جبتو بكري قدرنا نعالجوه، خصو غير راحه دابا، ضربه جاتو في راسو صعيبه ولكن الحمد لله ما بقيو سالي حتى شي حاجه. كنت عطلتو شويه كان غادي يديمو الامانه امانته. حمدت انا الله وشكرته وقلت ليه يمكن لينا ندخلو نشوفوه. قال لي واحد فيكم اللي يقدر يدخل وما يقربش منه. منين يخرج واحد يدخل الثاني. انت من عائلته؟ الا كنتي من عائلته بغيتك تبعني للمكتب تسني على شي وراق. قلت لي صافي. مشى الطبيب خليت انا اكرام تدخل هي الاولى. بقيت انا برا كنتسنى. جبت التليفون لقيت فدوى مصوني عليا شحال من مره. بعد شويه صونيت عليها جاوبتني قالت لي الو يوسف صافا عليك؟ قلت لها الحمد لله اجاك حتى عيطتي، حسب لي مبقيتش كاع حاملاني. قالت لي ما تقولش هاد الهضره، انا راه بغيتك بالصح وانا مسامحك، صورتك ما كتفرقش عليا، وليت كنعس وكنحلم بيك كاع. قلت لها حتى انا ما خوتيش ليا بالي كاع، غنجمع شي رزيق وغنجي نخطبك من عند باباك. قالت لي ما كرهتش تجي حتى من غدا، حيت داك سعيد ولد خالتي كيبغيني، قالها لي وانا ما كنحملوش. ديك النهار ضحكت معاه غير باش تشدك الغيره، خفتو يقولها لبابا وبابا يقبل ويزوجني به. قلت لها ما تخافيش غنحاول في اقرب وقت نجي، ويلا باك وافق باش يزوجك بهذاك رفضي. قالت لي واخا انا غنتسناك. قلت لها في اللي نكملوا في الواتساب. قطعت لابيل عليها ودخلت كتب عليا اكرام، شافتني جات لعندي. قالت لي فين كنتي؟ الصباح وانا كنقلب عليك. قلت لها كنت واقف في واحد القنت هنايا كندوي في التليفون. قالت لي واخا دخل دابا تشوفو. دخلت لعند فيصل كنلقاه متكي ولاصقين فيه بزاف ديال الخيوطه، كل واحد لاش كيليق. شافني بغيت يتحرك ما قدرش، مشيت لعندو قلت ليه ارتاح. ما كانش كيقد يدوي ولا يحرك فمو، بس لي راسو وخرجت لقيت اكرام جالسه. قلت لها يلا معايا عند الطبيب ما محتاج شي واحد من العائله ديالو. قالت لي يلا. تحركت معايا وسولت واحد الفرملية فين كاين المكتب ديال الطبيب نعتها تقول لي. مشينا ليه ودقيت قال لي دخل، حليت الباب دخلنا هو يقول لي ريحو ريحنا وعطاني شي وراق قال لي سنيهم لي عافاك. عطيتهم لاكرام حيت انا ماشي من عائله السيد، قراتهم وسينات عليهم. سولته قلت ليه ماشي يمكن لي يخرج؟ قال لي واه على حسب، المهم غدا في العشيه رجع يقدر يخرج غدا في العشيه. قلت لي علاش ما كيدويش؟ قال لي غير عيان بزاف ما يقدرش يدوي وباقي فيه الاثار ديال البنج، غدا غيكون بخير. شكرته بزاف وقلت لي واش يقدر يبات مع شي واحد فينا؟ قال لي بطبيعه الحال. قلت لي شكرا. خرجنا وقلت لاكرام انت اللي غادي تباتي معاه؟ قالت لي واخا ولكن انت فين غتمشي؟ قلت لها غنمشي نبات مع واحد صاحبي. خليته وخرجت وما عارفش فين نمشي، غير قلتها لها وصافي باش ما تبقاش مصدعاني. غادي وكندور في الدروبه اللي حدا السبيطار وبان لي واحد الكوان مزيان حدا واحد الدار. ريحت فيه طلقت مزيكا، دخلت الواتساب لقيت فدوى داخله صيفط لها ميساج جاوباتني. بقينا كندوي وانا وياها، عاودت لها مع من ساكن باقي مجمع معاه كيبان لي شي واحد جاي من جهه الظلام حيت القنت كان مظلم وما كيبانش ليا مزيان. وداك السيد بدا كيسني عليا بواحد البيل، وقف وانا نقول ليه شكون انت؟ قال لي ما تخافش انا العساس ديال هاد البلاصه واخا نريح معاك. قلت لي تفضل اخويا جلس. جلس وقال لي كتسكن هنا؟ قلت لي لا. عاودت لي البلان اللي وقع لفيصل وقلت لي ما عندي فين نمشي هاد الليله، وبان لي هاد الكوان مزيان قلت نريح فيه. قال لي جابك الله نجمع معاك هاد الليله، كنبقى غير بوحدي فهاد الليل حاضي الطوموبيلات. قلت لي والله يحسن عوانك ولكن رزقك هذاك. قال لي شنو سميتك؟ قلت لي يوسف. وانت؟ قال لي المختار. قلت لي مشرفين المختار، عايش مع والدي كله مزوج. قال لي والدي ماتوا شي عام دابا في كسيده، مزوج وعندي بنيه ولكن عندنا مشاكل انا ومراتي، ما كتخلينيش نشوف بنتي، مراتي باغاني نطلقها حيت هي من عائله لاباس عليها على حسب ما كتقول، وانا فاش بغيت نتزوج بها في الاول كذبت عليها حيت كنت كنبغيها. قلت ليها بلي حتى والديا ملعاقين
حتى تزوجات كذبت في كل شيء ولدت معايا عاد عرفت الحقيقة. قلت لي غير صبر سيدي صبر، حاول تقنعها. قال لي هادشي اللي غندير وانت عاود لي على راسك. قلت لي حكايتي حكاية فيها بزاف ما يتقال. قال لي يلا معايا البريريكا مصاب واحد الطواجين وعاود لي. قلت لي لا مولانا، مشينا للبريريكا كانت صغيرة ولكن على الأقل مضر كاع على الشا والبرد. دخلنا ليها مشى طفى على الطاجين حطوا في واحد الطويبلة صغيرة، جاب جوج ديال الكراسة ريحنا، كان حتى الخبز تما بدينا كنقصي وكنعاود ليه. ساليت هو يقول ليها حسب ليا راسي غير بوحدي اللي عندي المشاكل، صح حتى انت عندك طون ديال المشاكل. سالينا نقصو هز الطاجين غسلو وانا نقول ليه خويا جاني الناس. قال لي سير ترتاح في داك السداري انا غنخرج ندور على الطوموبيلات. قلت لي الله يسهل عليك. خرج هو وتكيت في داك السداري جبت التليفون عمرت الالارم مع 6 ديال الصباح حطيت راسي على المخده حسيت براحة ناس فعلا حتى كنفيق على الصداع ديال التليفون. بان لي المختار مفرش لي في الارض واحد المانطا والله لا رجولة عطاني البلاصه فين كاين الناس. بديت كنوض فيه بشويه كان مقلوب بالناس ولكن قدرت اني نحوله من ديك البلاصه للبلاصه اللي كنت فيها ودوبلت عليه الغطا وحطيت لي 100 درهم حدا راسو. سيد مسكين مقاتل مع الزمان غير بوحدو. خرجت من البراكه وبان لي واحد الحانوت مشيت لعندو خديت الحليب ودارونات دارهم ليا في ميكا خلصو ومشيت دخلت للسبيطار. غادي فرحان مشيت للغرفه اللي كاين فيها فيصل بان لي فايق وكيدوي مع اكرام. سلمت عليهم حطيت ليه داكشي اللي شريت ليه قلت ليه كيبقيتي قال لي الحمد لله ولدي. دخلت واحد الفرمليه دقات لفيصل واحد البرا من بعد خرجات بقيت كندوي معاه حتى كيبان لي ناس. قالت لي اكرام يلا نخرجوا نخليو يرتاح. قلت لها واخا. خرجنا من السبيطار غاديين كنت مشي انا وياه ووقف عليا المختار العساس قال لي فين الصاط ماك الصباح خرجتي بغيتك غير تفطر معايا. قلت لي مره اخرى اخويا راك تمزروب والله. قال لي شكرا بزاف على داكشي اللي حطيتي لي فوق الطابله. قلت لي الله ودي انت راك بحال خويا خصنا نتعاونوا. من بعد قلت لي راني غنتحرك دابا. قال لي هو ما راجع عندي. مشينا انا واكرام وهي تقول لي شكون هذا. عاودت ليها بلي هو السيد اللي بت عنده في الليل. بقات كضحك عليا ضحكت حتى انايا. وصلنا لواحد الجريده ريحنا فيها ويجي لعندنا واحد خونا كيضرب الكمانجة بقى كيمزك فينا. دورت معاه عاد مشى. قالت لي يا اكرام ماكرهتش نكونوا انا وياك اصدقاء. قلت لها انا ماكرهتش نكونوا اصدقاء. هي تقول لي كتبغي شي بنت. قلت لها كنبغي واحد البنت. وانتي؟ قالت لي الصراحه لا انا كنت بعيد على المجتمع هاد المده كامله. بدينا كنضحكوا انا وياها وكنا فرحانين الصراحه الصداقه علاقه زوينه حتى هي. خرجنا من ديك الجريده وقلت لها انا عارض عليك الغدا. قالت لي فين بالسلامه. قلت لها يلا معايا وغدا تعرفي. ديت عند واحد خونا معروف كيقولوا لي كوستو كيطيب انواع واشكال ديال الحوت. دخلنا جلسنا جا السربايه قال لي اش حب الخاطر. قلت له يجيب لنا شي جوج طباصل يخلط فيهم داكشي وشي بسطيله ديال الحوت. قال لي واخا مرحبا بكم. مشاو قالت لي يا اكرام شحال هذا ما ذقت الحوت. قلت لها اليوم ذوقي على خاطرك. بدات كتبسم. جاب لنا السربايه الاتاويش وحط بصيل عامر والكالامار والكروفيت والصول والميرنا داكشي ناضي هاد البسطيله. بقينا كنقصيوه حتى كملنا وشاط الخير. كون ديت شي ريستو كلاس كون كلينا شويه بفلوس كثيره. خلصت وخرجنا انا وياها. قلت لها كي جاتك العراضه؟ قالت لي الله يعطيك الصحه شبعت ما قدش نزيد ناكل. قلت لها الحمد لله. شدينا طاكسي مشينا للسبيطار. بقينا فيصل مع الطبيب كيدوي هو وياه. دخلنا وقلت ليه يمكن لي يخرج من السبيطار السيد الطبيب. قال لي يمكن ليه ولكن خصو راحه ما يدير حتى شي جهد تقدروا تاخذوا حتى دابا تهلاو فيه. قلت لي شكرا بزاف. عطانا الطبيب واحد الوريقه ديال الدواء باش نشريه ليه. نوضت فيصل من بلاصتو جاب الله ما مهرش ولا شي حاجه غادي خارجين به. مشيت بعد عند واحد الفارماسيان حدا السبيطار خديت ليه الدواء اللي خاصو. شدينا طاكسي ديريكت للغابه. هبطنا داخلين وهو متكي عليا. يلا فتنا واحد الشجره وما يخرجوا قدامنا واحد جوج ديال الكلاب كانوا من نوع سلوكي طوال كيخلعوا. انا واكرام تزارينا ويقول لنا فيصل ما تخافوش مي اديوكم كاع هادو. جاو لعندنا وبداو كينبحوا حدانا وكيلعبوا. بقينا غاديين وهما تابعيننا. وصلنا للدار دخلنا والكلاب وقفوا برا. دخلت فيصل للصالون باش يرتاح. اكرام مشات للكوزينه تبعتها. قلت لها عطيني شي حاجه نعطيها للكلاب حيت بقاو فيا وبين فيهم الجوع وبينها ماشي كلاب ديال الزنقه غير توضروا هنا ولا شي حاجه.
عطاتني واحد الميكا عامره بالهضام وداك التخربيق، فهمت من هاد البلان بلي باها ديجا كيوكل هاد الكلاب. خرجت حدا الباب بانوا ليا باقين، لحت لهم الماكله، بداو كياكلوا بحال شي عام ما كانوا. دخلت انا طلعت للبيت لبست سيرفيت باش نخرج ندير سبور. هي هاديك طلعت لبست، هبطت كتب ليا اكرام كتوكل في فيصل، كانت كتشربوا الحسوه. قلت لهم انا غادي ندير شويه ديال السبور. قال لي فيصل سير الله يرضي عليك اوليدي، هي اللي تنفعك، اما البليه غتخرج لك على صحتك. قلت لهم نجيب لكم معايا شي حاجه، قالوا لي لا. هنا وحنا نسمعوا الدقان في الباب، قلت لاكرام دايره ماشي صاحبتك جي لعندك؟ قالت لي ما عنديش صحابات. شكون غادي يكون؟ مشيت حليت الباب وكانت الصدمه، بقيت كنشوف فيه هو كيشوف فيا. كان هذا المعطي لميم. قال لي اش كدير هنا؟ قلت لي جريتي عليا من دارك وكتقول لي اش كدير هنا؟ الحمد لله بعد هاد ولد الناس كرمني في دارو. قال لي انت اللي درتي، علاش؟ حضرت راسي وقلت لي دخل، انا غادي ندير سبور. يلا تميت غادي وحط يدو على كتفي. وقال لي انا عرفت بلي بينك وبين بنتي علاقه، الا بغيتيها خصك تبين لي علاش قاد، حيت راه طالبني عليها ولد خالتها باش نزوجها ليه. غنعطيك فرصه واحده من هنا شهرين. قلت لي راجل هو الكلمه، وغادي تكون ليا بوحدي ديك البنت. ومشيت كنجري في الغابه، وصلت للبلاصه فين كانت تريني، وبقيت كنتريني شي ثلاثه ديال السوايع تقريبا. الخطه ديالي اني ندير الفلوس وغنخطب في دوا ونرجع في حالي عند ميمتي، ولا بغيت هاد الشي خصني نتريني بزاف باش نوصل لداكشي اللي باغي نحققو واللي هو داك الكنز. رجعت للدار مطحطح، دخلت بليا فيصل ناعس، عرفت بلي المعطي غيكون مشى. سمعت اكرام كتغني، الصوت جاي من الكوزينه، عندها صوت لي زوين. دخلت بشويه كنتسلت، قلت نضحك معاها دابا حنا اصدقاء. نغزتها من ظهرها بصبعي بشويه، بغيت نخلعها، يخ كانت هازه موس في يديها. ضاعت يلا با تضربني وانا نشد ليها يديها، وليت صفر. قلت لي خلاتيني ما يحسبش لي انت. قلت لها بغيت تقتليني؟ قالت لي نقتلك ونفوتك ليه. قلت داك الضحك، قلت لها ما كاينش شي عصير عافاك يكون بارد؟ قالت لي واخا سيدي ما يكون خاطرك، زيد زيد لا نسيتي شي حاجه. قلت لها غير عصير بارك عليا. قالت لي وايه يلا عاري على دوك الكتاف وزيد عصر داك العصير. قلت لها زعما طلبناك وكتشوفيني عيان؟ قالت لي سير 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 دوش. قلت لها واخا. دخلت دوشت ورجعت لعندها، قالت لي وعلى سلامتك هاك ها العصير وجدتو ليك. يلا بغيت نشربو وانا نقول لها عندك تكوني دايره ليا في شي حاجه؟ قالت لي وانا اللي حمار اللي مصاوبه عليك نيت ضاق عليا زلافتك. قلت لها ضحك معك ضحك معك ما كتقلقي دغيا. شربت العصير دغيا وقلت لها زوين والله حادقه مع راسك. باك فاق من الناس؟ قالت لي راه فاق وعطيتو شي حاجه يشربها وياكلها ورجع عاوتاني ناس شربت دواه. بغيت نسولك واش كتعرفي داك المعطي؟ قالت لي اه صاحب بابا، عندو شي بنيه ياك؟ هي ما عرفاش بلي انا هذيك البنت فدوى هي اللي كنبغي. قلت لها اه عرفتها سميتها فدوى. منين جلس مع باباك قال لي شي حاجه عليا؟ قالت لي اه كنت مريحه معاهم سمعتو قال ليه انا تقتف داك الولد ساعه ضحك فيا الناس ديال الحي اللي ساكن فيه. راه كنت بنقول لك قبيله ونسيت، مالك مع السيد؟ قلت لها والو نساي من بعد نقول لك، انا غنخرج للجرده. قالت لي سير انا شويه ونجي لعندك. خرجت مشي طريحت في واحد الكرسي كان سمع التليفون كيصوني، جبته من الجيب كنلقى حمزه هو اللي معيط. جاوبته قال لي فينا شميكيره ما نديروش شي تقيصيره؟ قلت لي ندمت على النار اللي تعرفت عليك فيه. تبعت طريقك خرجت على خدمتي وزيدها بالكذوب مسافر، حسب لك ما شفتكش مع حنان فريستو. يلا بغا يدوي وانا نقطع عليه. جات اكرام ريحات وقالت لي مالك باينه فيك معصب؟ قلت لها والو غير هاد الحياه ما بقيتش حامله. بقيت كنعاود ليها وكتعاود لي على امها، على حسب امها اللي كانت في امريكا وعاودت لي على راسها وحياتها تما. صراحه كانت بنت زوينه والله عمرها دار ما نكذبش في هاد اللعيبه هادي، كلشي واحد خفيف غير سبق هادي، ولكن انا ما قدرتش نخون الثقه ديال الفدوى. شويه دخلنا مشيت انا لبيتي مشات هي لبيتها. غنحاول نختصر لكم شويه. كل نهار سته ديال السوايع ديال لونطريمون والقص. فيصل تشافى ولا كيتمشى برجليه مزيان، كيمشي معايا للبلاصه فين كنتريني وكيعلمني التقنيات اللي نولي نديرهم باش ندافع على راسي. علمني حتى الفراده وبزاف د الحوايج.
اي نوع نقدر نتيري به حتى الاسلحه الثقيله. هادشي كامل بفضل فيصل، ما نساش خيرو، وحتى اكرام ولات بحال اختي وصديقتي، كلشي كتعاود لي عليه وكتشاور معايا. جا واحد السيد خطبها وتشاورت معايا كاع، وقلت لها الا بغى الحلال يجي خطبك مرحبا به. قالت لي راني كنشوفو مره مره وراه خدام مع باه في الشركه، قال لي يجمع شي رزيق ويجي خطبني. حتى انا كنت مساعده في هذا البلان، حتى فيصل ما كانش كيقول لا. انا كنت غير لونطريما كندوي مع فدوى يوميا في التليفون. قالت لي بلي داك ولد خالتها كيتبسل عليها مني ما كيكونش باها، وقال لي قريب غنتزوج بك. قلت لها هاد البساله هادي انت اللي خاصك تقطعيها، ما تخليش يوصلك، قطعي مع هاد البساله وانا قريب غنجي لك. راه دويت مع باك، خصني غير نجمع شي فلوس. داز شهر ونص، المعطي عطيني فرصه ديال شهرين، بديت كنخطط كيفاش نمشي عند خونا اللي عنده نص ديال الخريطه ناخذها من عنده باش نعطيها للمعطي ونجيبو الكنز ونقسموه باش نتزوج انا بفدوى. وشفتوا الحب شنو كيديروا على ودو الناس. وصل الليل ودخلت البيت كنخطط فواحد الورقه الليل كامل حتى صباح الحال. عاد باش تكيت غمضت عينيا وكنفكر باللي الا بغيت نجيب ديك الخريطه داك المافيوزي اللي عنده باينه فيه ما ساهلش، نقدر نموت ولكن ما عندي ما ندير، غادي نغامر. شدني الناس وفاش فقت على صوت الغوات نط كنجري بطل تحت، بانت لي اكران طالعه فوق الطابله ومخلوعه. مشيت لعندها كنقولها مالك، كتقول لي شوف حدا رجليك، كنشوف بان لي واحد الطوبه كبيره قفزاتني صراحه. قلت لها صافي خلاتيني، حسب لي غير واقع شي حاجه. شت ديك الطوبه واحد الشوته خياليه ضربت في الحيط حتى طار الدم ديالها. قالت لي اكرامي سير جيب الجفاف وشي سطال ديال الماء ومسح هادشي اللي درتي. قلت لها انا قتلته على قبلك، في الاخر تقولي لي هادشي انت اللي غتحيديه. قالت لي وصافي سير عند بابا كيتسناك من الصباح في الجرده، انا غنحيد داكشي. خرجت للجرده عند فيصل وبان لي جالس كيقرا فواحد الجورنال، ريحت حداه شافني قال لي صباح الخير شبعتي ناس؟ قلت ليه البارح ما ناستش مزيان، داكشي علاش تعطلت في الناس في الصباح. قال لي نمشيو نترينيو. خصني نوضح لكم واحد الفكره، انه فيصل عنده واحد القهيوه كبيره ما كيمشيش ليها، كيمشي يجيب غير الفلوس هي باش كيصرف. قلت ليه لا مولانا، خرجنا وشفتو ما غاديش للجهه ديال البلاصه اللي موالفين كنترينيو فيها. تمينا خارجين من الغابه، بدا كيجري حتى انا بديت كنجري معاه. وصلنا حتى للمدينه، قال لي دابا كتقول مع راسك فين غادين؟ قلت لي اه. قال لي غير تبعني وغتعرف. بقينا غاديين شحال ديال الطريق، عاد وصلنا حدا واحد لاصال كبير متلقى فيه مزيكا بالجهد، دخلنا ليه. فيصل مشى سلم على واحد خونا، انا بانوا لي بزاف ديال خوتنا تما صحاح كيديروا كومبات الوسط وسط واحد الحلبه. جا عندي فيصل وقال لي راه قطعت ليك التيكي. قلت لي ديالاش؟ قال لي حتى انت غادي تلعب وسط ديك الحلبه، خصك تربح ثلاثه ديال الاشخاص باش نعرف واش ديك لونطريما اللي كنت كنتريني بك قدات فيك ولا لا. صدمني الصراحه، دابا خصني نربحهم بثلاثه وكنت عيان البارح ما نعش مزيان. اول واحد غنلعب معاه باين ليها غير صفيه ليا، ولكن نحاول نقضي عليهم كاملين على قبل فيصل وعلى قبل لونطريما. بدات المسابقه وهما يبداو يعيطوا على السميات اللي غادي يلعبوا. الاولين كنسمع احمد يوسف، بداو بيا انا الاول. تميت غادي وشدني فيصل من كتفي وقال ليها فرجني فيه وحمر لي وجهي. قلت لي كون هاني. دخلت للحلبه وبديت كندير التسخينات. هذاك احمد اللي لعب معاه باين فيه صحيح وباين تيق في راسه، ولكن ما تخلاتش كاع. عيط علينا الحكم وقال لنا واش واجدين؟ قلنا لي اه واجدين، ويدير واحد الاشاره بيدو زعما بداو. خونا كيتركل عليا وسط الحلبه دير فيها واعر وكيشجعوا بنادم بزاف، وكان فرحان. انا شفت فيصل غمزني زعما بالي بي قبل ما يبالي بيك، وانا نتم غادي لعندو. بغى يضربني خويت عليه ودخلت فيه بواحد ديريكت بالزربه، جمعت فيها كاع جهدي ضربتو الوجه. خونا رجع للور شد في وجهو ويبان لي رعف. ديك الساعه انا استغليت الفرصه وانا نهجم عاود تاني، بقيت كنضرب فيه حتى جا الحكم كيفارقنا. مشى عند خونا وقال لي واش تكمل؟ قال لي لا، ويجي لعندي يهز ليا يدي على حساب انا رابح. خونا تخلع كاع شاف فيا داك السم كامل. جلسنا واحد ربع ساعة من بعد عاود تاني دخلت، دخل معايا التاني خصني نربحو، ولا ربحتو غيبقى ليا غير واحد. خونا زرب عليا ضربني برجليه وعطيني واحد ديريكت ما فهمت والو، بدا كيدخل ليا حتى طحت. نطت بالزربة مشيت كنجري،
نقص وانا نحط لي رجلي جيت عنقو طاح ما بقاش قد ينوط كنشوف فيه عنقو واش ما قدرش يكمل ربحتو حتى هو بنادم اللي كيتفرج بدا كيشجع فيا انا وانا كنت فرحان جات الكومبا الاخرى وما كرهتش نخرج من الحلبة دخلي ليا وحش ماشي بنادم بديت نقفقف تما غير بوحدي ولكن صبر باينه غير تعدى عليا بدات الكومبا وانا نمشي كنجري ضربتو خونا ما توعدش تقول ضربت حجره بالعكس انا اللي توعدت بديت كنضرب فيه وما ما كنقضيش فيه مزيان ضربني هو ضربه وحده دوخني ديال بصح ولكن صبرت كنت غنطيح وقفت نقصتو ضربتو برجلي جيت راسو بالي توعدت ويشوف فيا وتعصب كاع تمجيل عندي بدا كيدخل ليا وانا نطاكي عليه حتى طيحني ويبعد مني حليت عيني بغيت نشوف فيه كتب ليا غير الضبابه وكنحس براسي ما قادش نوض جا عندي الحكام وقال ليا واش تقد تكمل ما جاوبتوش هو بدا كيحسب من واحد حتى العشرة بقى كيحسب حتى وصل لثمانية وانا نغمض عيني حليتهم تخيلت خونا اللي لعب الضو داك سعيد ولد خالته فدوه ما ممكن حملوش نطو بنادم كيصفق ليا وانا نمشي كنجي غير لعندو ضربته بواحد المونضوليو ودخلت لي واحد الكروشيه وانا نبدا عليه كنزرب عليه برجلي وبيدي وما خليتش فيه حتى شي بلاصه خونا ولا ما كيعرف الدقه منين غتجيه ختمتها بواحد الدقه جمعت فيها كاع هاد العذاب من نهار خرجت من دارنا حطيت عليه في النيف ديريكت نيفو غيسخفو وهو يطيح وما بقاش كيتحرك مشى لعندو الحكام لقاه غيب هز ليا يدي وانا اللي ربحت ست تورنوا كامله بنادم كيصطبق عليا وكيقول يوسف كيغوتو بجد جا لعندي فيصل عنقني من بعد دخل واحد خونا هز واحد الكاس عطاه ليا واحد الميداليه ركبها ليا وعطاني واحد الشيك فيه الفلوس تصورت انا وداك السيد وبقيت كنتصور مع بنادم عاد خرجت من تما فيصل كان فرحان بزاف وانا اكثر منه قال لي ما يحسبش ليا وليتي بحال هكا دابا راك مستعد بقينا خالقين السعاده انا وياه مشينا قصينا في واحد القنت خدينا جوج كيسان ديال الرايب ونص خبزه فيها بيضه بلديه وخرجنا شدينا طاكسي وصلنا للدار وصلنا وداخلين الغابه وضاحكين دخلنا للدار ما شافتني اكرام قالت لي مالك فوجك قلت لها هو باك يعاود ليك وانا نقول فيصل انا غنطلع لبيتي نرتاح قال لي سير اولدي طلعت دخلت البيت جبت التليفون بقيت في دوه معيط عليا ومصيفطه ميساجات ما جاوبتهاش مع دارني راسي خصني الخوت صافي نختم هادشي كامل البلان اني غنعيط لباشير عشيري اللي خدام عند المعطي وجد لي شي سلاح وفعلا صونيت ليه جاوبني هو من بعد ما سولني على راسي قلت ليه البلان اللي بغيت قال لي موجود امتى نتلاقاو باش نعطي لك قلت لي دابا الا ما كان عندك ما يدار قال لي صافي يلا قلت لي البلاصه الفلان فلانيه دير التليفون في جيب بطلت تحت لقيت فيصل واكرام كيتغداو قالت لي اكرام اجي تاكل قلت لها مزروب خلي لي حقي خرجت وبقيت غادي حتى الشانطي شدي الطاكسي قلت لي وصلني للبلاصه فين داير مع البشير وصلت هبط من الطاكسي خلصو بالي البشير ما كاينش قلت غيكون باقي ما وصلش بقيت كنتسنى يلا بغيت نصوني ليه هو يبان ليا جاي جايب الطوموبيل اللي كنت سافرت انا وياه في هذيك الهوندا وقف وحل لي الباب طلعت حداه سلمت عليه ويقول ليها غادي نقول لك شي حاجه غنفاجئك بها قلت لي قول انا كنسمع لك قال لي تزوجت بمنال اخت منار اللي وصلناهم لكازا عقلتي راه شديت النمره ديالهم قلت لي كي درتي لها مسخوط قال لي مشيت لعندهم واحد النهار وعجبتني وقلت لها درنا لك حفل بيض بيناتنا قلت لي ما ردتيش عليا قال لي والله حتى درنا داك الشيء خفان زربان حضروا عائلته وعائلتي هو ما كانش عندي الوقت نقولها لشي واحد قلت لي صافي هاني الساط مبروك عليك جبتي لي اللايبه قال لي موجوده جبت لي واحد الكارطونه حلها وكيبان لي واحد الفردي كبير عطاه ليا وقال لي الطراز هذا راه روسي الضربه ديالو راه واعره جبت واحد البركه عطيتها ليه حيت صرفت داك الشيك اللي ربحت في المسابقه درت الفردي من مورايا خبيته مزيان سلمت على الباشير ونزلت من الطوموبيل شديت الطاكسي وصلني للغابه دخلت لقيت اكرام تكيه قالت لي غدا ديالك في الكوزينه مشيت للكوزينه فعلا كانت دايره كسكسو دخلت في طول وعرض كملت داك التبصيل حتى كنلقى اكرام من مورايا قالت لي مالو مخويا كانوا شادينك في الحبس قلت لها غير عجبني داك السكسو هذا شكون صايبو قالت لي شكون من غيري انا اللي صايبته قلت لها وانت هي المرا ديال الزمان يدك الضحاك وانا نقول انا نخليك دابا غنطلع لبيتي طلعت وجبت الفردي بقيت كنشوف فيه كنقول مع راسي خصني نقتل اصابه قداك قداش واخا نكون انا هو طوم كروز حطيت السلاح
فواحد المجرى حدايا وتكيت في الناموسيه. كنحس براحه دابا واخا هكاك، ما حسيتش براسي حتى غمضت عينيا، نست. فقت على شي واحد كيفيقني، حليت عيني، بانت لي اكرام، قالت لي نوض نوض حسب لي غمتي. قلت لها راه كنت عيان. قالت لي راه البارح بغيت نفيقك العشاء، ما بغيتش تنوض ليا، عرفت غتكون مهلوك. نزلنا لتحت فطرنا انا وهي وفيصل، قلت لهم بلي غادي عند واحد صاحبي الكازا وغنرجع. قالت لي اكرام تمشي معاك، بغات تموت مسكينه. قلت لها غنمشيو في الليل غادي نرجع، مره وحده اخرى ونمشيو مجموعين. قال لي فيصل طريق السلامه وحدي راسك. لبست واحد السيرفيت وسبرديله، جبت السلاح خبيته، هبطت تحت ما كيبان لي حتى شي حد. خرجت شديت الطاكسي وصلني للمدينه. نزلت ومشيت عند واحد الحلاق هو الاول، قلت ليه صلى عليا، حيت العصابه ديال داك خونا غيكونوا كيعرفوني، الا صلات يمكن ما يعقلوش عليا. فعلا صلات، خلصت الحلاق، خرجت شديت الطاكسي وصلني للدرب اللي ساكن فيه المافيوزي اللي عنده الخريطه، حيت ديجا انا عارف البلاصه. وصلنا ليه، نزلت منه، خونا هو اللي عايش، واحد الفيلا كبيره بزاف ورجال بزاف واقفين برا. تميت غادي داخل هو يحبسني، واحد خونا قال لي اش بغيتي؟ قلت لي بغيت رئيس ديالكم، باغي نخدم معاكم. بقى كيشوف فيا وقال لي تباني غادي تابعو. دخلنا لداخل ديال الدار، دخل هو لواحد الغرفه خلاني كنتسنى، بقيت انا واقف حتى خرج عندي قال لي ادخل. دخلت ويبان لي داك المافيوزي جالس في واحد الكرسي وضايرين بيه جوج ديال البنات. قال لي شحال بالخاطر؟ قلت لي بغيت نخدم معاك. يلا بدا كيشرح ليا وانا خشيت يدي من مورايا وانا نجبد السلاح. قديتو عليه داك خونا اللي دخلني لعندو، حتى هو جبد عليا فردي. قال لي نزل السلاح، ما بغيتش يقول لي داك المافيوزي ها انت كاع قتلتيني، غنموتو بجوجنا ما غادي تستافد والو. شاف دوك البنات ناضو خرجوا بجوجهم، بقيت انا هاز السلاح على داك المافيوزي والاخر هز عليا السلاح. بقى كيدوي المافيوزي وانا نغفل الاخر وانا نتيري فيه، ما كانش كيتسنى مني هاد الحركه هادي. الصوت ديال فردي ما كانش كيتسمع حيت فيه داك السايلنس، ولكن غالبا خوتنا اللي برا غيكونوا ساقوا الخبار. مافيوزي تخلع قال لي اش بغيتي مني؟ قلت لي باغي منك حاجه واحده، نص ديال الخريطه ديال الكنز. مشيت للباب ديال البيت ودرت ديك الساقطه. قال لي هادشي علاش جاي ما غاديش تاخذو؟ تيريت ليه في رجلو، سمعت الرجال ديالو كيضربو في الباب، بدا كيغوت. وقلت لي قول لهم حبسو حتى حد ما يحاول يدخل ولا غتموت. بدا كيقول لهم ما تدخلوش. ضغط رجلو بزاف ويقول لي انا غنعطيها لك داكشي اللي بغيتي ديه، ولكن ما تقتلنيش. قلت لي غير زري دغيا وما تخافش. نعت لي في واحد الصندوق صغير كان حداه، جريت وحطيته لي حلو، جبد منه واحد الورقه غتكون نص لاخو ديال الخريطه، خديتها ليه وبانت لي هي. قلت لي شهد. الرجال ديالو كانوا باقين كيغوتو، بديت كندور في عينيا بان لي غير الشرجم. حليت الشرجم حتى حساب لي بلي غنمشيو نخليه. الشرجم كيخرج اللور ديال ديك الفيلا وانا نتيري ليه في راسو وتلاحيت، حيت لا خليتو حي غيتبعني. جيت في الارض وتسمع لي الباب تفرع، نقصت من فوق من الحيط وعطيتها للجرة، جريت بحار جهدي حيت غيكونوا تابعيني. دخلت في شي زناقي بالزربه، بان لي واحد الطاكسي كان واقف، مشيت ركبت كاع. قلت لي تحرك، قال لي كنتسنى في واحد السيده، بينت لي السلاح ويتخلى ويكسيري بالطاكسي. حتى بديت كنبعد وما يبانوا لي ثلاثه ديال الطوموبيلات تابعيننا. قالها لي مول الطاكسي، دارت لقيتهم بصح تابعيننا. قلت لي حاول تهرب منهم نعطيك مليون. بدا كيدخل ليهم وسط الزناقي، كان كيسوق مزيان حتى تلفهم، عطو شو العنوان ديال المعطي وقلت ليه وصلني ليه. وصلنا لتما ونزلنا من الطاكسي وقلت ليه تبعني، عطو شو العنوان ديال الدار ديال المعطي، عقلتو عليه العميم، قلت ليه وصلني ليه. وصلنا لتما نزلنا من الطاكسي خليناه بعيد، وصلنا للدار حبسوني دوك الحراس، بقيت كنتناقش معاهم حتى كيبان لي المعطي خارج. قال لي هذا انت شنو بغيتي؟ قلت لي خلينا ندخلوا لداخل وغادي تعرف راه تابعيني. قال لي ادخل. قلت لمول الطاكسي حتى هو يدخل، ودخلنا للصالون. قال لي المعطي دوي دوي دغيا ما مساليش. جريت وبعدت على مول الطاكسي وقلت ليه شنو طاري، عطيتو النص ديال الخريطه وهو يفرح، بدا كيبوس فيا. قلت لي دابا غير فكني منهم، عطي لمول الطاكسي مليون حيت ساعدني، كل ما كانش هو كون قتلوني. كتب لي فعلا المعطي واحد الشيك وعطاه ليه. مول الطاكسي خارج فرحان، صدقات لي ولكن غامر معايا. بقيت انا والمعطي راس في راس. قال لي دابا بينتي لي بلي تستحق فدوى، وغادي ندير لكم احسن عرس في التاريخ.
بقيت كندوي انا وياه وقال لي غنصيفط رجال اللي مخليهم هما اللي يجيبوا الكنز من واحد العروبيه. قلت لي ولكن راه الكنز هذا يقدروا ياخذوه هما وقلبوا وجههم. قال لي لا تيقى هادو ما تخافش انا عارف شنو كندير الا كاع شفروا ما عندهم فين يهربوا. قلت لي انت تعرف. باقي كندوي معاه بانت لي فدوه داخله شافتني وهي تفاجئ بقيت كتشوف بحال مستغربه. من بعد جات عنقاتني قالت لي مني متى وانا كنتسناك. قلت لها قريب غتبقاي تشوفيني حتى ما تبقايش تحملي كمارتي. ويقول لها المعطي انا قررت صافي غادي نتزوجكم بنت وليا متفقين مع بعضياتكم غنحاول نختصر لكم العشان. هاي الطلب فيصل داك النهار قلت لي انا عند المعطي باش ما يتشطنش عليا ودرت الكحل في البيض انا وفدوه وقارنا من هنا يومين نديروا العرس. وقلت المعطي غادي نرجع عند امي متي حيت توحشتها. عطاني التصويرات ديال البي ام دبليو قررت ندي معايا حتى فدوه تشوف الوالده. جات الوقت اللي كنت كنتسناها نرجع لدارنا لبست لبسه نقيه حتى فدوه وركبنا في الطوموبيل غادي في الطريق. وكنت مخلوع باش كنت طاري شي حاجه للوالده. فدوه كتقول لي ان شاء الله غادي تشوفها وما تبقاش تفاق انت وياها. وصلنا للدرب اللي كنت ساكن فيه نزلنا من الطوموبيل دقيت في الباب وهي تحل عليا. شفتها بحال شفت شي كنز. شافتني وتلاها لي عنقاتني وبدات كتبكي. قالت لي ما خليت فين قلبش عليك فين كنتي غابه خليتيني مشطونه عليك. قلت لي انا رجعت وما كاينش اللي غادي يفارقنا عاوتاني. قالت لي ادخل بعدا ما تبقاش في الزنقه. دخلنا انا وفدوه والوالده كتشوف فيها كتسوني زعما شكون هادي. قلت لي ندخل وتعرفي. دخلت وتصدمت منين بان لي الوالد جالس في كرسي متحرك غيكون تشلل. ما حسيت براسي حتى مشيت عنقته. قلت لي سمح لي ويدوي. وقال لي انا مسامحك دنيا واخره. سمح لي انت والحمد لله منين رجعتي. اول ما غنسمع الوالد قال لي يا ولدي. ريحنا وبديت كنعاود لهم المغامرات اللي دوزت وقلت لي بلي غنتزوج بهاد بنت الناس. فرحوا لي بزاف. جا النهار اللي غادي ندير فيه العرس انا وفدوه. عرضت على كل شيء قال لي تعاشرت معها في هاد المده هادي. البشير فيصل اكرام وراجلها حيت تزوجت حتى هي. المختار العساس حمزه عشيري تصالحت معاه وخا هكاك. اما سعيد ولد خالت فدوه فمشى لفرنسا خوال قنت كاع. دخلنا للقاعه وبنادم كلشي حاضر. القاعه اللي دايرين فيها العرس كانت كبيره وزوينه بزاف مستيكيه. مريح انا وفدوه كنخبر ليها وتخبر ليا. الناس كيجيو يتصوروا معانا. العائله ديالي وديال مراتي. داز العرس في احسن ظروف كلشي كان هو هذاك. المعطي جاب الكنز وقسمناه كيف ما قال ليا في الاول وقد بكلامه. درت شركه ديال البناء كتدخل الصرف بالمزيان. شريت الدار اللي كبيره سكنت فيها انا ومراتي ووالديا عايش بخير. بعد مرور شهرين ديال الزواج فدوه قالت ليا بلي حامله. مشينا عند الطبيب لقيتها بصح حامله. وليت كندير لها خاطر بزاف. ولات فين ما تدور تقول لي جيب لي لافوكا. كتوحم عليها. الدار عمرتها بلافوكات. دازت اكفس 9 شهور تبعات فيا قميش وسبان ولكن صابر حتى تولد. وديك الساعه نرد لها الصرف كامل. جا النهار اللي غتولد فيه ومفيقاني مع نصاصات الليل وكتغوت. جات الوالده وهي تقول لي نديوها للسبيطار هذه الولاده. ديتها فعلا وبقيت كنتسنى برا وعيطت على المعطي حتى واجا. شويه خرج الطبيب وقلت ليه امضه. قال لي مبروك مزاد عندكم وليد. وندخل فرحان للغرفه كتب لي فدوه وهز واحد الفنيكي الصغير بست ليها راسها. شدي الدري الصغير دخل المعطي ويقول لي اعطيني حفيدي. عطيت ولي هو يبدا كيأدل ليه. درنا زردة وعرضنا على الصحاب والحباب ودازت حتى هي زوينه. حد النهار كنت جالس انا وفدوه في دارنا والبعلوك الصغير وقلت لها بقات عقلي النهار كانوا غير كريسي وكذوك خوتنا. قالت لي فجا البطال ديالي نقدني. قلت لها ديك النهار قبل ما نعتقك بصقات عليا عمامه في كتفي وهي تبدا كضحك عليا ويبدا يبكي. ريان سميت الوليد ديالي. قالت لي نوض جيب الحليب لولدك راه تقاضى. وسالت حكايتي. اولاد الناس خليني نمشي نجيب الحليب لولدي. اصدقائي القصه سالات ونتمنى تكون عجباتكم. صراحة زوينة في أحداث زوينين هي عذبتني في حياتي صراحة حيت سبحان الله ما قديش نسجل هاد القصة بالضبط. كنسجل ونعاود وكنأجل. المهم يلا تهلاو.